مشاهدينا الكرام، مشاهدي تلفزيون الحياه، اهلا ومرحبا بكم وحلقه جديده من حلقات عين على البرلمان. حلقتنا اليوم من داخل مجلس النواب، وضيفنا الكريم هو الاستاذ النائب مصطفى جندي رئيس لجنه الشؤون الافريقيه والمستشار السياسي لرئيس البرلمان الافريقي. برحب بك استاذ مصطفى. أهلاً بحضرتك. ضيفا كريما في عين على البرلمان. اهلا بحضرتك. يعني قبل ان نخوض في يعني نتحدث في اعمال المجلس واعمال لجنه الشؤون الافريقيه اللي حضرتك بتترأسها، خلينا ناخذ تعليق من حضرتك على نتائج الانتخابات الأمريكية واللي انتهت بفوز دونالد ترامب. يعني تأثير يعني هذه النتيجة، فوز دونالد ترامب، على العلاقات المصرية الأمريكية، وهل من الممكن بهذه النتيجة أن يعني يتم إذابة الجليد اللي كان على هذه العلاقات طيلة 8 سنوات يعني في طول حكم الرئيس السابق أوباما؟ بسم الله الرحمن الرحيم. هو أولا يعني عايزين نقول حاجة، الشعب المصري مفرحش عشان ترامب كسب، الشعب المصري فرح عشان هيلاري خسرت، عشان هذه المؤسسة الأمريكية التي عادت مصر على مدار الثمان سنوات الماضية والتي أجهرت بعدها والتي ساندت الإخوان، وكانت الزيارات السفيرة كانت قاعدة في المقطم، يعني ده 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 الواقع، يعني ده ووقفوا ضد الثورة ووقفوا ضد الشعب المصري وإرادة الشعب المصري. فبالتالي الشعب المصري حس إن هؤلاء يجب أن يذهبوا، وأي طرف تاني هيأتي غير هؤلاء ممكن تبتدي صفحة جديدة من التعاون المشترك. وبالمناسبة لم ينقطع التعاون العسكري، لأن البنتاجون كان ليه رؤية ورؤية قوية ونظرة قوية إن مصر حجر هام في هذه المنطقة. في اختلاف بين السياسة العسكرية والسياسة طبعا حينما يأتي الأمر للأمن القومي وحينما يأتي الأمر للدولة ووجود الدولة ومصالح الدولة، بالطبع تتدخل المؤسسة العسكرية. يعني حتى النهاردة لما تسمع كلمة أوباما لما بيقول في التلفزيون إن الجيش الأمريكي سيقف أمام من يحاولون ضرب الديمقراطية الأمريكية أو الحياة الديمقراطية الأمريكية، الجيوش تتدخل في حالات كثيرة. نعم. يعني ما بيبقاش انقلاب ولكن بيكون حفاظ على الدولة وحفاظ على الوجود، زي أيام 30/6 لو الجيش ما تدخلش عندنا رابعة وعندنا التحرير وكان الشعب هيولع في بعض. إذن الشعب فرح لسقوط من عاداه على مدار 8 سنين ومن عاد ثورته، وفرح بمرشح قال في كثير من أحاديثه أنه معجب جدا برؤية رئيس جمهورية مصر، وبالتالي هو مؤيد لها، يرى ان السيسي هو الوحيد الذي يحارب حقيقة الارهاب وان امريكا هي شريك في صناعة الارهاب، وده امر مهم جدا، يرى في مصر قائد للمنطقة. ده كان بالفعل سؤالي القادم لحضرتك. دونالد ترامب يعني كيف ينظر لمصر، وحضرتك شايف رؤية ثابتة منه يعني ورؤية، وبرضه كيف يرى الرئيس السيسي، وهل بقى الموقف الثابت اللي حضرتك تراه دوت هل هيفضل ثابت زي ما هو ولا ممكن يطرأ تغييرات او في مسار الاحداث ممكن يحصل اي تغييرات؟ والله بص اقول لحضرتك حاجة، يعني لما بوتين يكلم ترامب امبارح لمدة ساعة على التليفون، نعم، ده امر مهم جدا، بيطفي نار كانت ممكن تشتعل تصل إلى حرب عالمية. في قبول بالواقع، أمريكا لازم تقبل إن هي خسرت الكثير في خلال فترة حكم أوباما ووجود هيلاري كوزيرة خارجية، خسرت حلفاء كثيرين في المنطقة. يعني لما نعرف إن السعودية والخليج أول مرة يشتري سلاح من روسيا في تاريخه النهاردة، في محطات نووية بتتعمل في المنطقة ككل في الشرق الأوسط روسي، الوجود والتواجد الروسي بعد ما مصر حطت ايدها مع الاتحاد مع روسيا في الفترة الأخيرة والزيارات المتبادلة اللي كانت مهمة جدا في فترة مهمة جدا من تاريخ مصر، بالطبع ده أمر يعني غير كثير. وبالتالي النهاردة وجود راجل زي ترامب في الموضوع هيخلي العملية أسهل في التعاون الدولي والتفاهم الدولي. يعني لو هو يرى أن الإرهاب في سوريا والإرهاب في ليبيا هو من صنيعة المؤسسة الأمريكية السابقة وهو يتهمهم صراحة بذلك، وبالتالي هتتجمع القوى لضرب الإرهاب، هتتجمع القوى لضرب من يساند الإرهاب إن كانت دول أو إن كانت أشخاص،
وبالتالي هناك كثير من الدول بدأت تراجع موقفها وتراجع نفسها من دعمها للإرهاب. بمناسبة ذكر حضرتك لمكالمة الرئيس الروسي بوتين والرئيس الأمريكي دونالد ترامب، يعني خليني أخذ من حضرتك برضو تعليق. المكالمة فعلا استمرت ساعة، اتفقوا فيها على تطبيع العلاقات بشكل ما من يعني بشكل جديد بين روسيا وأمريكا، موقف جديد تجاه الشرق الأوسط، موقف جديد تجاه القضية السورية، خاصة مع تصريحات ترامب أنه الحرب على داعش وليست الحرب على بشار الأسد الرئيس الروسي الرئيس السوري عفوا. شايف أن الموقف ده أو التغيرات، في تغيرات من الموقف الأمريكي الروسي على نحو قضايا الشرق الأوسط بشكل عام؟ بالطبع بالطبع، حضرتك قلتها. يعني النهاردة أمريكا أو ترامب أو الإدارة الجديدة اللي هي جاية تحكم أمريكا عندها نفس الرؤية اللي شافتها مصر واللي شايفها روسيا وشايفها الحلف اللي هو ضد إسقاط الدولة في روسيا. أصل إسقاط بشار هو إسقاط للدولة، إسقاط للدولة الروسية بالكامل. نعم. آسف، الدولة السورية بالكامل. نعم. فالنهاردة يعني ما حدش يقدر يقول أنا مساند لبشار، لا أنا مساند للدولة، وأن يكون هناك رمز يجمع الدولة حتى تأتي الانتخابات بعد كده ويجي اللي يجي. ولكن طبعا بالطبع هناك تغير دراماتيكي في الموقف الأمريكي، وده هيساعد جدا على محاربة هذا الإرهاب صنيع الغرب. داعش دي بعد 30/6 ظهرت ليه؟ لأن 30/6 لما حصلت في مصر أسقطت الخلافة، فكرة الخلافة السنية مواجهة الخلافة الشيعية. المخطط كان إيه؟ إن المسلمين يموتوا بعض سنة في شيعة، فأنا أجيب متطرفين في السنة وأجيب متطرفين في الشيعة ويبتدوا أدي ده سلاح وأدي ده سلاح ويخلصوا على بعض. وهو ده اللي احنا شايفينه، مسلمين بيقتلوا مسلمين. حتى لما نشوف مثلا جبهة النصرة وداعش، جبهة النصرة وداعش واحد بيذبح التاني، واحد بيقول الله أكبر، واحد بيقول أشهد أن لا إله إلا الله، والاتنين جهادية سلفية. إذن الموضوع أكبر من كده بكتير. العيال الملثمين بالأجسام الكبيرة اللي احنا شفناها والتصوير المحترم، مين قال إن دول أصلا مسلمين؟ هناك سيناريو كان معمول رهيب وانكسر بنجاح الجمهوريين على الديمقراطيين. الموقف الأمريكي تغير طبعا، وهيتغير وهيتغير وهيتغير، لأن ما قداموش غير كده، يا إما لازم يحارب، ما أصل أنت خسرت دور. نعم. والخريطة الجيوسياسية بتاعت المنطقة اختلفت تماما. كانت الأول روسيا بتحارب على منفذ في البحر الأبيض المتوسط قد كده اسمه سوريا، بتشوف النهاردة روسيا موجودة على البحر الأبيض، موجودة على البحر الأحمر، موجودة في الخليج، موجودة في كل مكان. هذا التغير ما حصلش إلا بعد العلاقة المصرية الروسية. وأنا حتى كنت هناك ملتقي بأحد الناس أثناء زيارة السيد الرئيس لنيويورك، وجلست مع مايكل فلين. مايكل فلين النهاردة اللي هو كان رئيس مخابرات الحربية، اللي هو وقف ويا ترامب وسنده تماما، وعامل كتاب مهم جدا. أنا أتمنى أن في حلقات قادمة أن أنتوا تجيبوا الكتاب ده، لأن فيه الرؤية للسياسة الأمريكية وكيف في 7 صفحات على السيسي بيتحدث عن هذا الرجل والخطاب الديني والثورة الدينية، ويعترف تماما أن مصر بصفاً. يعني أنا حتى لما اتكلمت وياه بقلت له اقروا التاريخ، اقروا التاريخ. الاتحاد السوفيتي لما السادات مشى من مصر انتهى الاتحاد السوفيتي، الإنجليز بعد ما مشوا من مصر انتهت إنجلترا، الجريك الرومان الفرنسويين، أي حد بيجي منذ البداية بيكبر بيمشي من مصر بينتهي، ده تاريخ. نعم. وبالتالي خسارتك لهذا الحليف هو نهاية لأمريكا، لأن هي ليست أشد ولا أعظم ولا أكبر من الحضارات الكبيرة التي اندثرت. وبالتالي بالطبع بالطبع هيكون هناك تغير كامل للسياسة الأمريكية. هيكون هناك محاسبة لمن قاموا داخلية في أمريكا، لمن قاموا بتدمير النفوذ الأمريكي حول العالم، بتدمير العلاقات الأمريكية حول العالم، بعض من بخلق كر ممكن يتم محاسبتهم. يا فندم أقول لحضرتك حاجة، في ناس اللي نجح ترامب أصوات الديمقراطيين وولايات الديمقراطيين. بمعنى؟ بمعنى إيه؟ بمعنى إن الانتخابات كانت يعني في اتجاه أمريكا ومصلحة أمريكا بعيدة عن أي شيء آخر. وأغلب استطلاعات الرأي كانت بتقول إن هيلاري كلينتون هي الفوز كان من نصيبها. ده حقيقة وده اللي ضرب الإعلام. وهنا برضو خلي بالك نتائج الانتخابات الأمريكية ضربت الإعلام
المرئي والمسموع والمقرأ والمقروء بإيه؟ بالسوشيال ميديا. نعم. وانتصر بالسوشيال ميديا. وهو لو هتلاحظ ان ترامب في اخر 7 أشهر غير رئيس الحملة بتاعته. ده حصل. وجاب ستيف بانون. ستيف بانون دوت اللي هو الرجل رئيس مجلس ادارة اهم مجموعة سوشيال ميديا موجودة اللي اسمها بريدبارد نيوز نتورك. وجابه كرئيس حملة وفي خلال 7 أشهر انتصر بالسوشيال ميديا على الاعلام. وده انذار كبير للاعلام كان مقروء مرئي مش بس في امريكا في العالم كله. ان الناس ما بقتش تثق فيك. ما بقتش تثق في المعلومة. لان عارفة ان وراك رأس مال والرأس مال اللي وراك بيوجه هذا المعلومة. وبالتالي الناس بعدت عنها وابتدت تذهب الى الاعلام الشعبي. اللي هو ايه التويتر والفيسبوك والانترنت. نعم. والإعلام الشعبي. وانتصر الإعلام الشعبي على الإعلام الرسمي. دي برضو رسالة مهمة جدا لكل الإعلاميين في العالم. نعم. إن, إن, إن النهاردة بتتسحب البساط. وإزاي تسحب بساط من الإعلام؟ إنه هو ما يبقاش عنده المصداقية. بالمناسبة الناس دي مؤمنة تماما. يعني بقول لك الراجل مايكل فلين ده احنا عدنا 1.5 ساعة ويا بعض وأهداني هذا الكتاب. ما كنتش أعرف طبعا إن هو هيبقى من المرشحين لوزارة الدفاع. نعم. في أمريكا. ولكن إزاي بينظر لمصر؟ دي مهمة جدا. بينظر ليها حليف بدونه تسقط أمريكا. نعم. ومش كلامنا زي ما قلت له ده مش كلام إن أنا بقول لك المستقبل. لا أنا بقرأ لك الماضي. في التاريخ الماضي. وبالتالي أنا شايف إن هيبقى فيه تغيرات وأوريدي ابتدت التغيرات. تخيل أنت لو هيلاري كسبت أنا بقول لك ما كناش جبنا قرض صندوق النقد. اشمعنى البرادعي يطلع التويتة بتاعته الأخيرة ديت اللي هي قبل الانتخابات على طول اللي بيقول فيها بما معناه انه كان انقلاب وانه قبضوا على مرسي وهددوني وعملوا كل ده لما تحطه مع بعض. وده المهم ان انت يبقى عندك رؤية وان انت تجمع الأحداث ولازم شايف ان الأحداث كده ان لازم نستقرأها ونجمعها ونشوف ونحطها طبعا. بص حضرتك 11-11 هي ايه؟ 4 وحايد مش 11 دي 4 وحايد. نعم. الاربع وحايد دول لما يبقى في ايدك يعملوا ربعة مش ربعة برضو 4 وحايد. الراجل البرادعي والبيان اللي طلعه صندوق النقد. التحرك الاخواني الدولي خروج ما خرج امبارح او اول امبارح من انجلترا من البرلمان الانجليزي ان الاخوان مش جماعة ارهابية. خلي بالك ده تحقيق شغال بقاله سنة النهاردة انتهى هنا. انتهى في هذا فكان هينتهي. نعم. مع وصول هيلاري تقول لك تعالى بقى ده انقلاب وشاهد شاهد. 11-11 كانت هتبقى مجزرة. الاخوان هيموتوا بعض عشان يبقى مجزرة. نعم. وبالتالي يبقى في تدخلات. فعلا كان هيحصل كده. يا فندم البلد دي فعلا محروسة. محروسة بمين؟ محروسة بمين؟ هل بالتراب ولا محروسة بالبشر؟ البشر المصري ده عنده حاسة بالخطر وبتهديد الوجود. عشان كده عاش 7000 سنة. نعم. عشان كده قدر يعيش 7000 سنة. نعم. لان لحظة الخطر بيحس بيه. نعم. زي ما حس بيها ايام الاخوان ان هويته طلع وهو لسه مديهم صوتهم بعد سنة طلع عليهم ونزلهم. زي 11-11 اللي فاتت. زي ماتش مصر وغانا اللي فات الجمهور كان شكله عامل ازاي؟ مفيش شمروخ. مفيش ايه؟ شمروخ. والمشهد بالكامل خرج لا حاجة جميل. حاجة جامدة. احنا يا جماعة احنا دولة عظمى. يعني احنا لازم نعرف قدر نفسنا. نعم. انا ما بزودش. انا بقرا برضو تاريخ وقدر نفسك. وبقرا مواقف. الشعب ده شعب جامد قوي. نعم. شعب عظيم. شعب عنده الحاسة مش الستة الحاسة التاسعة. وسيظل عظيم بإذن الله. خلينا ده طيب. ده أمر أنا شايف إن شاء الله اللي جاي خير. إحنا لازم ننتج. لازم نشتغل. لازم نحب بعض. لازم من هنا نبقى حلوين. شباب ولا كبار نبقى حلوين مع بعض. نتمنى الخير لبعض. لما نشوف واحد نجح نكبره ونعليه عشان نقول لعيالنا عايزك تبقى زي ده. لكن اي حاجة حلوة اكسرها. طب هقول لعيالي عايزك تبقى زي مين؟ ما كل الناس وحشين. ما ينفعش. لازم الحب يعود. لازم الشخصية المصرية الجميلة اللي بتظهر في الاوقات دي تفضل. زي بعد 25 يناير فاكر لما الشباب نزل دهن الشوارع لحس الشوارع بلده حبيبته رجعت له. احنا عايزين نرجع ده.
عايزين نرجع ده. وانا شايف ان احنا ماشيين في السكه في الطريق بعد مؤتمر شرم الشيخ. انا بقولك احنا ماشيين في السكه دي. نعم. والدوله المصريه ابتدت تعرف مين عدوها ومين حبيبها من الداخل ومن الخارج. نعم. لان نعم. فتره العسره فتره الزنقه دي بيبقى منخل وبينزل وما بيبقاش الا الحجر. خلي نعم. بالك غزوات سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم كلها ابتدت بالكرب. كلها ابتدت بالكرب ليه؟ عشان المنافقين يبعدوا. فلما النصر ينزل ينزل على المؤمنين بس. فاحنا معلش احنا بنعدي باوقات صعبه، ولكن في الاوقات دي كشفت لنا حاجات كتير وكشفت لنا شخصيات كتير وكشفت لنا دول كتير. بالتالي احنا الحمد لله رب العالمين. انا شايف ان احنا ماشيين ان شاء الله وربنا يبارك ان شاء الله. طيب خلينا ننتقل سريعا لاعمال لجنه الشؤون الافريقيه واللي حضرتك ترأستها في الدور الانعقاد الثاني. خليني برضو ابارك لحضرتك على هذا المنصب وان شاء الله تكون موفق فيه. ايه ابرز الاعمال على او جدول الاعمال لجنه الشؤون الافريقيه في دور الانعقاد الثاني؟ خاصه يعني هذه اللجنه كان ليها نجاحات كثيره بصراحه في الدور الانعقاد الاول، وكان ابرزها بالطبع يعني استضافه البرلمان الافريقي. اكيد اللجنه كان ليها دور كبير في استضافه البرلمان الافريقي في شرم الشيخ. خلينا نعرف ابرز اعمال في الدور الانعقاد الثاني. اولا خلينا نقول للمشاهدين لجنه الشؤون الافريقيه هي لجنه مستحدثه. يعني انا كان بقالي 10 سنين من ايام ما كنت نائب مستقل ايام فتحي سرور وانا بقول لازم يكون في لجنه للشؤون الافريقيه افريقيا تحديدا زي ما في لجنه للشؤون العربيه. يعني ماشي لو ما فيش لجنه للشؤون العربيه وفي لجنه الشؤون الخارجيه او العلاقات الخارجيه ومنبثق منها اسيا وافريقيا وقطاعات تمام. نعم. لكن لما تعمل لجنه للشؤون العربيه وما تعملش للشؤون الافريقيه، انت بتاكد ان الصهاينه بثوه عند الافارقه على مدار 30 سنه غياب ان مصر ليست دوله افريقيه ولكنها دوله عربيه مش سود زينا. اهملنا كثيرا زمان. الرساله كانت رايحه ان مصر، ودي كان حقيقه، احنا سيبنا افريقيا 30 سنه وبصينا يا اما علاقات مع الدول العربيه، بعض من الدول العربيه اللي لينا عماله فيها، والغرب وامريكا ما كانوش بيحبوا. طب ده خليني اسال حضرتك، لجنه الشؤون الافريقيه هل ليها زيارات او تحركات في افريقيا يعني لدعم يعني لتوضيح الموقف المصري، دعم الموقف المصري خاصه تمام. دول زي السودان، اثيوبيا، دول المنبع ودول حوض النيل تحديدا، في زيارات او اي تحركات قادمه؟ فانا بس اكمل، انا هيكون في تحركات وهيكون في جمعيات صداقه هتؤسس ما بين مصر البرلمان المصري وال 54 دوله الافريقيه. تم بالفعل ده كان في البرلمان الافريقي حضرتك كنت موجود وشفت ان احنا مضينا بعض بروتوكولات اوليه. نعم. الجميع مرحب جدا بها ان يبقى في جمعيات صداقه برلمانيه مصريه افريقيه. احنا عندنا 54 دوله في افريقيا. احنا قلنا بالاتفاق مع هذه البرلمانات ان احنا هناخد 10 نواب مصريين، جمعيه الصداقه تبقى من 20، 10 مصريين و10 اوغنديين، 10 مصريين و10 اثيوبيين، 10 مصريين و10 كل دوله على حده ليها جمعيه. يعملوا كام؟ يعملوا 540 نائب مصري سيكون عضو في جمعيه صداقه مصريه افريقيه، معناه ان البرلمان بتاعنا كله هيكون له علاقه بافريقيا. كل النواب هيكونوا اعضاء في جمعيات الصداقه. صداقه افريقيا. هنسافر؟ هنسافر وهم هيجوا لنا. وهيبقى في تبادل ما بيننا وبينهم. نعم. احنا طلبنا مثلا باجي على دوله مثلا زي اثيوبيا، قلت لها انت عايزه نوعيه النواب من انهي تخصصات تكون في جمعيه الصداقه؟ مثلا قال لك انا عايز في الزراعه، عايز في الري، عايز في الصحه، عايز في كذا. فالجمعيات ديت هنجيب من لجنه الصحه، هنجيب من لجنه الزراعه، هنجيب من لجنه الري. وانا بقول له انا عايز من عندك في لجنه كذا ولجنه كذا ولجنه كذا، هو يجيب لي برضو من لجانه اللي موجوده النواب. خلق هذه الجمعيات من الصداقه بتسهل على السفارات لما السفير هناك يبقى عارف انه عنده جمعيه صداقه وعارف انه عنده 5 ممثلين للدوله اللي هو فيها في البرلمان الافريقي، وفي الاغلب بيكونوا 5 وزن يعني من نواب رؤساء لجان في بلده. ده بيساعده جدا لانه لما يكون عنده مشكله بيلجا الى البرلمان، وده بيديله قوه مع القياده السياسيه اللي هو يعمل في بلده. اقول لحضرتك حاجه، احنا عندنا اكتر من شيء. يعني احنا اجتهدنا الحمد لله رب العالمين في الدور الاول، وبفضل الله وبالتزام السيسي لانه وعد فاوفى قدرنا نجيب البرلمان الافريقي هنا. وكانت حرب غير طبيعيه ازاي مصر لسه راجعه بعد تجميد عضويتها وفي نفس الجلسات تاخد موافقه بالاجماع على انعقاد يعني اكتر من التلتين زائد واحد، بلاش بالاجماع، تلتين زائد واحد، ان هي يتم انعقاد الدوره اللي بعديها
ولأول مرة خارج جنوب أفريقيا. نعم ده حقيقي. فده كان انتصار كبير للدبلوماسية المصرية، للدبلوماسية البرلمانية، للرئاسة الجمهورية. ليه؟ اشتغلنا مع بعض. احنا لو اشتغلنا مع بعض هنعمل كل حاجة. احنا مشكلتنا ان احنا ما بنشتغلش مع بعض. شايف ان التكاتف هو اهم حاجة. ده 100%. يعني انا كنت لسه قبل هذا اللقاء مجتمع مع الخارجية بقول له احنا جناحين، الدبلوماسية الشعبية والدبلوماسية الرسمية هم جناحين. احنا لما عملنا الدبلوماسية الشعبية في اثناء الثورة اللي البعض بيتهمنا ان هي كانت سبب، بعض الناس اللي هم فشلوا في الثلاثين سنة اللي قبل كده يقول لك ده بسبب الدبلوماسية الشعبية اتعمل سد النهضة. الكلام ده طبعا كلام فاضي. لسبب الدبلوماسية الشعبية اتعملت امتى؟ هما كانوا رحلتين، واحدة لأوغندا واحدة لأثيوبيا، وكانت جميع ممثل فيها، كل طوائف المجتمع ممثلة فيها. ولم تتم هذه الرحلات إلا بعد، وأنا كنت مؤسس هذه الرحلات. كنت أحد طبعا. رحت المجلس العسكري، خلي بالك ده حصل أيام ما كنا في الشارع. نعم. في الميدان لسه. حصل إيه؟ إحنا عندنا اتفاقية اسمها اتفاقية عنتيبي اللي هم عملوها عشان تحل محل اتفاقية التاريخية بتاعتنا اللي بتنظم مياه النيل. نعم. وعنتيبي طبعا مصر رفضها، حتى رفضها والكونغو رفضها وبعض الدول، ولكن بعد قيام الثورة على طول راحوا بعض الدول اللي هي موافقة، راحوا البوروندي وخلوهم مضت فأصبحوا أغلبية. فأصبح إيه؟ أصبح إن الاتفاقية دي هتخش البرلمان، برلمانات الدول اللي تم التصديق عليها، ويتم التصديق في البرلمان. هنا هتخش ايه؟ حيز التنفيذ. فهتبقى هي الغطاء السياسي ليهم لعمل سدود او لعمل اي شيء. لازم الاتفاقية بتاعت عنتيبي تخش البرلمانات يتم التصديق عليها عشان تبتدي تشتغل. ياخدوها بقى ويبتدوا يبنوا السدود بغطاء سياسي اسمه اتفاقية عنتيبي، بدل الاتفاقية التاريخية اللي اتعملت ايام الانجليز. الوفد الدبلوماسي الشعبي كما ذكرت. احنا عملنا ايه بقى؟ عشان هناك اول واحد ما انت هناك اتهامات بتطول هذا الوفد الدبلوماسي الشعبي بانه يعني ساعد في ان يعني زي ما بيقول الفراغ او الجابه بين الجانب المصري والجانب الاثيوبي، يعني ساعد في بناء هذا السد، وليس كان دوره ايجابيا بل كان دوره سلبيا. فيعني انا بحكي لحضرتك القصه. احنا كنا في الشارع، انا الملف ده انا بشتغل فيه من 18 سنه. نعم. وعلى علاقات ممتازه برؤساء كثير في افريقيا، وكنت حلقه وصله، يمكن ده وسام الاستحقاق من الدرجه الاولى من رئيس اوغندا، وكان سبب اعطائي ان انت كنت سبب ل تواصل دول حوض النيل بعيد عن المواجهه. يعني نقول كده، يعني بما معناه ان انت رجل ساعدت في ان ما يحصلش انهيار للعلاقات لدول حوض النيل في وقت كانت العلاقات السياسية الرسمية منتهية، مش موجودة منتهية. فأنا النهاردة لما أنزل، وخلي بالك أنا نزلت الأول قبل الوفد بتاع الدبلوماسية الشعبية. نعم. وقلت الرئيس أوغندا وسفيره موجود وهما بيسمعوا هذا الكلام، قلت الرئيس أوغندا هو ينفع إن الثوار اللي قاموا بالثورة على الرجل اللي بعدنا عن أفريقيا 30 سنة إن في ليل تذهبوا إلى بوروندي وتمضوها عشان يبقى عندكم الاتفاقية؟ هذه ليست أخلاق الثوار، وأنت ثائر وأنت ناصري، ويعلم أني ناصري ومحبي ناصر. فتبسم الرجل وقال لن لا يمكن. لن ندخلها البرلمان للتصديق. نعم. وسننتظر 3 سنوات حتى تكتمل الدولة المصرية بعد الثورة. نعم. ببرلمان بده بده بده. نعم. طيب خلينا بس نطلع. لا مهم جدا. أنا بس مهم. فاصل قصير وهنرجع نستكمل هذه النقطة الهامة جدا، ودور اللجنة ودور حضرتك ودور الوفد الدبلوماسي اللي كان هناك له اتهامات في اتهامات دي أصلها جت من الناس اللي فشلت على مدار 30 سنة، فده طبيعي. فاصل قصير مشاهدينا الكرام، فاصل قصير ثم نعود مرة أخرى، انتظرونا. مشاهدينا الكرام اهلا بكم مره اخرى، ومستمرين في حوارنا مع الاستاذ النائب مصطفى الجندي، عضو مجلس النواب ورئيس لجنه الشؤون الافريقيه، وهو ايضا المستشار السياسي لرئيس البرلمان الافريقي. برحب بك مره اخرى استاذ مصطفى معنا في البرلمان. قبل الفاصل كنا بنتحدث عن الوضع في اثيوبيا وتحديدا سد اثيوبيا والزيارات التي كانت للوفد الدبلوماسي الشعبي لاثيوبيا وبعض الدول الافريقيه، والاتهامات بان هذه الزيارات كان لها
لها الجانب السلبي اكتر من الجانب الايجابي. كان حضرتك ليك تعليق اخير على هذه النقطه؟ لا انا بس تعليقي بسيط. في اتفاقيه اسمها عن تيبي اثناء الثوره كانت هيتم التصديق عليها لان هم بقوا اغلبيه. نعم. لغايه النهارده اتفاقيه عن تيبي لم يتم تصديق عليها في البرلمان لغايه النهارده اليوم اللي احنا فيه. اذا حتى اثيوبيا النهارده وهي بتبني السد هي بتبني السد بدون غطاء سياسي. دي واحده. عشان حتى الناس قالوا لي رايح اوغندا ليه ما تروح على اثيوبيا على طول؟ قلت لهم لا. اوغندا فيها الاصوات لان دول فيكتوريا وبحيره فيكتوريا عددهم اكبر بكتير من الثلاث دول اللي هم مصر والسودان واثيوبيا اللي هم بالطرف الثاني، وبالتالي يجب اقناع هؤلاء لكي نوقف هذه الاتفاقيه من التصديق عليها. نعم. ويكون اساس التعاون ما بيننا او العمل ما بيننا انه لا ضرر ولا ضرار. من حقك يبقى عندك كهرباء ومن حقي ان انا اعيش. قلت لهم بلاها حقوق تاريخيه، خلينا حق الانسان في الحياه اقوى من الحقوق التاريخيه. حق الحياه طبقا للامم المتحده 1000 متر مواطن سنه في 90 مليون، يعني انا محتاج 90 مليار عشان ابقى عند حد الكفاف وحد الفقر المائي. انا النهارده بتكلم في 55.5 مليار واخدها من الستينات، ما بتكفنيش وعندي مشكله. اذا النهارده نجتهد كدول ازاي ازود حصه مصر من المياه، وفي نفس الوقت ازاي ان افريقيا والدول حوض النيل يبقى عندها كهرباء. مش ممكن ان الدول ديت بنسبه 90% عايشه على لمبه زيت لغايه النهارده. وبالتالي المبدا ولا ضرر ولا ضرر. بعد كده هو طلعنا على اثيوبيا والتقينا بالزناوي بعد ما توقفت الاتفاقيه، وهنا ذهبنا بقوه مفيش اتفاقيه، وكان مبدانا لا ضرر ولا ضرار. نعم. لكم الكهرباء ولنا الماء، يعني ونتحد، وبالذات ان احنا بنتخانق على 10% من مجموع المياه اللي بتسقط على الهضبتين. يعني انا عندي 90% ضايعين، فانا بتخانق على 10%. طب ما انتوا كقيادات تتفقوا وتتوافقوا يا بعض ازاي نحصل ال 90% ونزود حصصنا كلها من المياه بدل ما هي عماله تتبخر او بتروح في المستنقعات. طيب خليني برضو انقل لحضرتك. انا بس عايز بس انهي موضوع اثيوبيا لان موضوع مهم. والتقينا برئيس الوزراء هناك، واهم النتائج يعني حتى رئيس الوزراء قال انا مش هصدق على الاتفاقيه. قلت له مش هتفرق لان خلاص يعني زي ما بيقولوا ايه اتكسر اليك. النهارده ما بقاش في اغلبيه، فبالتالي لا توجد عقود صلبه. انا مش عايز عارف. حاجه تانية. قال لي عايز ايه؟ قلت له احنا عايزين لجنه، انا لا بفهم في ميه، معلش انت رئيس وزراء برضو اكيد ما انتش متخصص. احنا مبارك قال لنا ان انت والسد بتاعك هيعطشنا، واحنا قمنا بثوره على مبارك. احنا عايزين لجنه نكون مصر والسودان واثيوبيا وطرف دولي، لجنه رباعيه هي اللي تقول لنا هل هذا السد هيقلل من حصه مصر زي ما قال مبارك، ولا هذا السد سيزيد من حصه مصر ويعطي الكهرباء. انت بتقول ان السد ده لن يمس حصه مصر ولن يضر بالمصريين، واثيوبيا لن تقبل، وانا مصدقه، لن تقبل بقتل المصريين. اصل احنا بنتكلم ميه، يعني النور يتقطع ماشي، لكن الميه تتقطع هموت. وبالتالي احنا مبدأنا برضو لا ضرر ولا. وتمت الموافقة. وبالمناسبة اللي بيقولوا ان الاتفاقية دي اضرت قعدوا 20 سنة يحاولوا يجيبوا هذه اللجنة اللي هي الرباعية عشان يبصوا على رسومات السدود اللي معروضة، ورفضوا. قالوا لهم لما تمضوا على اتفاقية عن تيبي نبقى نوريكم الرسومات. وبالتالي تشكيل هذه اللجنة اللي هي بنت عليها مصر كل شغلها لغايه النهارده، ها، حصل مع الدبلوماسيه الشعبيه. وبالمناسبه زي ما بقول انا كنت قاعد مع الخارجيه دلوقتي بقول جناحين. انا لما جينا نطلع طلعنا كده، يعني انا قعدت مع وزاره الدفاع اياميها كان المجلس العسكري اللي بيحكم، قعدت مع العربي كان وزير خارجيه، قعدت مع رئيس الوزراء، قعدت مع المخابرات، قعدت مع الجميع، والجميع كان بيقول لك لا يمكن ان هم هيوقفوا الاتفاقيه من التصديق، ولا يمكن هيوافقوا على ان يتعمل لجنه رباعيه، وهيستغلوا ان مصر في حاله فوضى وثوره وهيعملوا اللي هم عايزينه. اذا كان بالنسبه لهم الموضوع منتهي. اللي حصل ايه؟ العكس. طيب اتوقفت. خليني النهارده السد، ما بي 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 الشغل فيه مبني على لا ضرر ولا ضرار، ما تقربش من حصتي لان دي حياتي،
وبالتالي النهارده في اسس للتفاوض. بس في تخوفات مصطفى بيه في الشارع المصري من ان الملف المياه في اثيوبيا ينتهي لصالح اثيوبيا ولا ينتهي لصالح المصريين. يا سيدي معنى كلامك ده ان الشعب ده يموت يعني؟ في حد هيقبل بهذا الكلام؟ يعني انا النهارده لما كنت في البرلمان الافريقي ورئيس برلمان عموم افريقيا نفسه طلع قال كلمه، قال من يستطيع ان يمنع المياه عن مصر؟ من يستطيع ان يقتل المصريين؟ نعم. نحن الى جانب مصر في حقها في المياه والى جانب اثيوبيا في حقها في الكهرباء. طب ما انا عندي الانحدارات دي اللي هي اللي نازله، النيل ده والنيل ده، النيل الازرق والنيل الابيض، هما انحدارين. الانحدارين دول ممكن يولدوا لي كهرباء بس مش تخزين مياه، لان انا محتاج هذه المياه. انا ما عنديش ميه، انا افقر الدول العالم في المياه، وبالتالي ما حدش يقدر يقرب مني في الجزئيه بتاعت حق الحياه. وبالتالي النهارده المفاوض المصري بيستخدم كلمه حق الحياه ولا يستخدم الحقوق التاريخيه. نعم نعم. طيب انا هغير مسار الحديث علشان برضو في محاور عده في حلقتنا اليوم، فخلينا نتكلم بعض ما يحدث في الشان الداخلي في مصر والوضع الاقتصادي، وخاصه مع تحرير سعر الصرف زادت الاسعار. في يعني حاله يعني من الخوف في الشارع برضو، وفي حاله من نوع ما من الغضب من زياده الاسعار. شايف ان الحكومه دورها عامل ازاي ودور البرلمان؟ وفي برضو اتهامات هنا للبرلمان ان الحكومه تمرر القوانين دون العوده للبرلمان، خاصه في زياده الاسعار. هقول لحضرتك حاجه، هو زياده الاسعار حصلت قبل تعويم الجنيه. نعم صح. كان في بعض الاسعار، في بعض الدولار مش وصل 18 جنيه قبل تعويم الجنيه. مش الدنيا كلها غليت قبل تعويم الجنيه ليه؟ لغياب الحكومه في الشارع، الرقابه طبعا. طبعا كان في غياب تام، كان في غياب تام وسايبين الناس لبعض. ومعلش احنا اخلاقياتنا اليومين دول مش ولا بد، اللي بيقدر على التاني يقول لك ربنا يعينه. طب الحكومه بتنفذ لازم تكون موجوده دون العوده للبرلمان. لا يا فندم، حكايه بص اقول لحضرتك حاجه بس عشان برضو انصافا. احنا الحكومه دي قدمت رؤيه وبيان للبرلمان وتم الموافقه عليه. نعم في الكلام ده، في رفع الدعم تدريجيا، في الدعم العيني، في الكلام ده. هات لي دوله في العالم فيها ثلاث اسعار للجنيه او للدولار او لاي، هات لي دوله في العالم فيها ثلاث اربع اسعار لثمن انبوبه البوتاجاز. يا فندم احنا كنا عايشين في وهم، وفي النهايه بنضحك على الناس بنقول له اه الانبوبه ب 8 جنيه، لا هو بيشتريها ب 30 جنيه. طب في هذا الاطار ترى ان الحكومه الشعب نفسه لما جه النهارده بتقول له انا غليت الانبوبه، طب ما هي غاليه عليا، انا ما بجيبهاش ب 8 جنيه، دي مش حقيقه. مش حقيقه. يعني ترى ان الحكومه الحاليه غير قادره على دعم؟ لا الحكومه الحاليه محدود الدخل والبسطاء تحديدا يا فندم. بص هل الحكومه هتقدر تحميهم؟ وهي طبعا لو ما حميتهمش هتمشي. اصل هي 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 هنا ليه الحكومه دي؟ عشان تحمي الشعب ككل. وقرارات الاصلاح الاقتصادي ديت في يعني في تصريحات وتاكيدات معالي رئيس الوزراء ان هذا الاصلاح الاداري والاصلاح الاقتصادي تحديدا الذي يحدث في الدوله هو اولا واخيرا لحمايه ودعم البسطاء ومحدودي الدخل. لا هي لحمايه ودعم الدوله، سيبك من حكايه بقى البسطاء، لان البسطاء دول اصلا بكحوا تراب. نعم. يعني ما يعني برضو الكلام يبقى، لكن حمايه دوله وعمل دوله طبعا، لان ما فيش دوله بثلاث اسعار عمله، ما فيش دوله بثلاث اسعار منتج، ما فيش دوله. احنا ما كناش عايشين في دوله. نعم. وراغ الرئيس عبد الفتاح السيسي لما جه يتكلم بيقول لكم انا عايز اعمل دوله، انا عايز اعمل لكم دوله حقيقيه، دوله كل حاجه فيها ليها سعرها، ان انا اشتري الحاجه دي بسعر واحد مش ب 30 سعر، دوله يبقى عندها استقلال وطني. نعم. وخلي بالك الاستقلال الوطني ليه ثمن، ان انت ما تبقاش عايز امريكا تقول لك ناو از ناو، يعني الان هو الان، ده ليه ثمن. ايام عبد الناصر ان احنا كان لينا مواقفنا ولينا ارادتنا السياسيه كان ليه ثمن. نعم. وادى الى ان عبد الناصر قتلوه. يعني انا بالنسبه لي عمليه بسيطه جدا باني طريقه انا مع، ولكن هم تخلصوا من هذا. الاستقلال الوطني ليه ثمن، واحنا قعدنا سنين نطلع مظاهرات على الاستقلال. نعم. الوطني نطلع مظاهرات على سحل الفلسطينيين. يعني اذا انا الاستقلال الوطني والقرار الوطني ان يكون نابع من البلد اكيد ليه ثمن. نعم. وبالتالي يعني خلينا يبقى يعني ايه متوازنين. هذه الاجراءات واجبه،
لكن النهاردة الدعم بتاعك ما بيصلش المستحقين. قول لي انت هتوصله ازاي؟ نعم. ومين مستحقيه؟ نعم. وهتوصله لهم بأني طريقة؟ والطريقة اللي انت هتوصله لهم هل هي خير من ان انت تدي له منتج؟ يعني رب البيت ده لما ياخد منك الدعم العيني هيدي له مراته ولا هيروح يقعد جزء منه طيب على القهوه ولا هيعمل بيه ايه؟ ما دي كلها حاجات لازم نذاكرها. تفاصيل بقى القرض دوت هل تم عرضها على البرلمان؟ حيث ان الماده 147 من الدستور المصري بتنص على عرض تفاصيل او فيما معناه صندوق الاتفاقيات بشكل عام. هذا لم يحدث معلينا. هقول لحضرتك هل ده مخالف للدستور ولا خلينا نعرف برضه ان لم يحدث فهو مخالف للدستور، لأن الدستور بيقول يجب عرض الاتفاقيات. تمام؟ النهاردة هذا الاتفاق مع صندوق النقد ده معمول النهاردة ولا معمول في 14؟ في عام 2014؟ أيوة من بدايات الاتفاق بس كده. فأنت بتتكلم على هذا الموضوع من قبل البرلمان ما يكون موجود. أنا خلي بالك هديك وجهتين النظر. يعني وجهتين النظر اللي البرلمان هيتيقن منه في خلال الأيام والساعات الجاية. بيقول لك بالنسبة للقروض من حق رئيس الجمهورية وكان في غياب البرلمان ومضى. فليس يقول لك بس كان لازم يعرضه. قال لك لا، يعرض مشروعات القوانين، الدستور يعرض مشروعات القوانين والاتفاقيات مش القروض. طب ما انتوا بتعرضوا قروض علينا. قال لك ما يأتي بعد في وجود البرلمان يعرض على البرلمان مش رئيس الجمهورية. إذن سلطة البرلمان بترجع له تاني. في ناس تانية يقول لك لا، الاتفاق ده حصل دلوقتي، ده كله هيبان في الفترة الجاية. المهم بالنسبة لنا ان مصر استردت مكانتها الدولية اقتصاديا. هي مش فكرة القرض، هي فكرة ان الجهة دي لما بتديك القرض بتديك خاتم ان هذا البلد احنا مستأمنينه على قرض. فيجي بعد كده المنظمات اللي بتقرض المستثمرين بيمشي ورا صندوق النقد الدولي او بنك الدولي او المؤسسات الماليه الكبرى، لانها بتكون عامله دراسات ان هذا البلد انا بديله قرض وانا متاكده ان البلد ده مش هتقوم في ثوره، الدنيا مش هتبوظ فيه، فالقرض بتاعي ضيع عليا. فبيجي الاخرين بعد كده. خليني بس اكد النقطه ديت. يعني هل فعلا ده مخالف للدستور ام لا؟ يعني لا، المعاهدات المعاهدات مخالفه للدستور. المعاهدات لو لم تعرض على البرلمان. هناك رايين. راي بيقول ان القروض كمان لازم تعرض. نعم. واخد بالك؟ وهنا في خلاف. هل القرض ده كان ايام 2014 دي الشريحة من قرض 2014 ولا هي جزء من الاتفاق كامل؟ هما بيقولوا الحكومة بتقول ان هذا الاتفاق تم ايام الرئيس عبد الفتاح السيسي وفي غياب البرلمان، وبالتالي له الحق. نعم. لانه كان بيمثل البرلمان. نعم. بس بص الايام الجايه هتبان. ولكن في الاول وفي النهايه انا عايز اقول حاجه. اتفضل. ان هذا الدستور كتبه بشر من اجل بشر، واخد بالك؟ نعم. مش قران. لو الدستور طبعا في اساسيات ما تقرب لهاش، زي مداد ريس، زي مش عارف الاساسيات اللي هي مات ليها الشباب في الشوارع. لكن هل الدساتير لا تغير؟ لا، ده الدستور ممكن يتغير مرتين وثلاثة في أمريكا في بند معين، في جملة معينة، في حتة معينة. خلي بالك كلامي واضح. وليس في صلب وعمود الفقري بتاع الدستور. وبالتالي احنا كنا بنقول ايه؟ ممكن يبقى فيه خلافات. قلنا طب خلينا لما نطبق ونشوف الخلافات ديت. لكن هل هنختلف؟ ما نقدرش حتى طبقا للدستور نختلف على مدد الرئاسة. ودي كانت من أهم الأمور اللي احنا كلنا كمصريين بنقول احنا عايزين رئيس دورتين. ليه؟ عشان اقدر احاسبه، عشان وهو ماسك الحكم يبقى عارف ان كمان 8 سنين هو هيروح او 4 سنين وهاجي اقعد عليه هو ورجالته وحاسبه. وبالتالي ده جزء مهم جدا في ايه؟ في الشفافيه، جزء مهم جدا في الديمقراطيه، جزء مهم جدا في تداول السلطه، جزء مهم جدا للشعب انه بيديله كل فتره فكر جديد ورؤيه جديده بتاخد الشعب لقدامه. هو ده كان سبب قيام هذه الثوره. طيب قبل بس ما نختم ملف القرض، صندوق النقد الدولي شايف ان الحكومه هتقدر تستفيد بهذا القرض هتستغله يعني الاستغلال الامثل، و يعني حتى الان حتى هذه اللحظه الحكومه لم تضع خطه زمنيه من اجل العبور يعني كما يقال من الوضع الاقتصادي السائل اللي احنا فيه لحد دلوقتي. القرض هنقدر نستفيد منه؟ القرض بص اقول لك حاجه، القرض ده هيروح لخفض عجز الموازنه. يعني العمليه بسيطه جدا، يعني مش محتاج يعني عبقريه ان انت هتستفيد ولا مش هتستفيد. هو ده انا بسد بيه عجز موازنه عندي خربانه. ان
شايف ان ده دولة كانت على شفا امثل سبيل للاستفاد من القرض؟ لا، واقول لحضرتك حاجه، انت بتدخله بتسد بيه عجز مواصله، زي كده لما بطرس غالي زمان الله يبقى ما علينا، اخد فلوس المعاشات اللي هي الاموال الخاصه وراح دخلها في الاموال العامه عشان يظبط بيها موازنته ويظهر موازنته انها موازنه قويه. نعم، حصل. وده كان اجرام، اجرام بكل معنى الكلمه. نعم، ان انت تاخد الامال الخاص تدخله في العام ده، ما يعني انا مقدم لجنه تقصي حقائق للاستفسار اين ذهبت اموال المعاشات والتامينات يعني، وهذا الكارت الذكي اللي بيبقى في ايد كل واحد مؤمن عليه، او حتى كارت التموين او اي كارت ذكي طالما مش مربوط بالوفيات، فانا بقول لحضرتك وعندي الادله ان هناك كثير من الذين توفوا يصرفوا معاشات وبيصرفوا تموين. حتى طبعا اللحظة. جزء بقى، بص الدراسه جت ازاي ودي برضو مهم، جزء يعني مثلا الراجل مات النهارده، في عائلات تكمل تصرف 3 4 اشهر 5 اشهر وبعد كده تروح ايه تبطل صرف. تو ما الراجل في المعاشات يشوف ان مفيش صرف يبتدي هو يصرف له كام شهر، يعني الراجل ايه يموت رسمي النهارده ولكن على الورق بيموت كمان سنه سنه ونص. طب الحل بتاع الحاجه دي ايه؟ ان انت تبقى رابط الكارت الذكي ده بالوفيات. انا ما عنديش الميكانيزم بتاع الوفيات وربطه بالبطاقه التموينيه او باي كارت موجود معاشات، وبالتالي بقطع السكه عن استخدام الكارت من ليس له الحق في استخدام السكه. نعم. احنا قدامنا شغل كتير، بس اقول لحضرتك حاجه، والله لو جانا سيدنا ابو بكر وعمر رضي الله عنه رضي الله عنه مجتمعين غير منفردين، واحنا واكلين ورث البيت وقاطعين الرحم وسارقين المروه سارقين الطريق، والعلاقه بينا وبين بعض زي ما قلت كده هو ده مش مبنيه على الحب، مش هيوصلوا بيه، مش هيوصل كذب اللي يعني احنا دخلنا في حدود الله، يعني لما يجي على الورش وتعرف ان في اجزاء كبيره من مصر بدون ذكر بقى فين، زي ما هو موجود في الصعيد زي ما موجود في البحر، البنت ما بتاخدش ورثها. طب انت عايز ربنا يبارك ازاي يعني؟ ما هو احنا لازم ناخد بالاسباب، ان الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بانفسهم. هتيجي على الفساد، طب هو الفساد ده ايه؟ ما هو راشي ومرتشي. هتقول لك لعن الله الراشي والمرتشي. هو مين اللي بيدي الاول؟ الراشي. هتقول لي مزنوق، اقول لك وكان محللها ايام مبارك يقول لك خلص وبتاع طالما هي العمليه كده اهوت. لا، انا لازم اقف، لازم اقف، ولما اشوف غلط ابلغ. لما الشقه جنبي تتاجر مفروش ابلغ، لان ممكن يكون عيل ارهابي داخل وبيجهز فيها قنابل وانا بيني وبينه بطوبه، وعيل غشيم تنفجر فيه تاخدنا انا وعيالي ابلغ. اشوف اي فساد او افساد ابلغ. لن ينصلح حال هذا البلد الا بينا احنا، لو انصلح حالنا احنا، لو علاقتي مع جاري تحسنت، لو علاقتي مع اخويا تحسنت، مع اختي تحسنت، هو ده التغيير الحقيقي. وراخر الشخصية المصرية، والرئيس عبد الفتاح السيسي شغال عليها، يقول لك ايه اعادة الشخصية المصرية. الشخصية المصرية شخصية جميلة، عمرها ما كانت كده، دي شخصية ربنا خلقها عشان تكفل، مش يبقى ليها كفيل. ان شاء الله ترجع الشخصية المصرية، خلي بالك احنا اتخلقنا ايه كانت عشان نكفل بإذن الله. إن شاء الله. مش عشان يبقى لينا كفيل. انا بس عندي فاصل قصير، لكن يعني هنعود بعد فاصل حول اعمال البرلمان مرة اخرى، وخاصة حضرتك تقدمت بمشروع تعديل قانون الضريبة الدخل على الاغنياء، خلينا برضو نعرف تفاصيل اكتر عن هذا المشروع، لكن بعد فاصل قصير. مشاهدينا الكرام، فاصل قصير ثم نعود مرة اخرى. اهلا بكم مره اخرى مشاهدي عين على البرلمان، ومستمرين في حوارنا مع الاستاذ النائب مصطفى الجندي رئيس لجنه الشؤون الافريقيه بالبرلمان والمستشار السياسي لرئيس البرلمان الافريقي. برحب بك مره اخرى استاذ مصطفى. قبل الفاصل تحدثنا عن، او عايزين نعرف برضو تفاصيل اكتر عن مشروع، او المشروع اللي حضرتك تقدمت به، مشروع تعديل الضريبه على ضريبه الدخل على الاغنياء، ايضا رفع الاعفاء الضريبي. خلينا نعرف ايه ابرز بنود هذا المشروع وايه المردود الاجتماعي اللي ممكن يكون منه. هو الحقيقه نبتدي لو هنتكلم عليه نقول رفع حد الاعفاء الضريبي لضعفين الحد الادنى للاجور. يعني مش معقوله حضرتك تكون تبع شريحه الحد الادنى للاجور، يعني بتاخد 1000 جنيه ولا 1200 جنيه وبتدفع ضرائب. يعني مفيش اي منطق. فاحنا قلنا ايه؟ قلنا عايزين
أول 30,000 جنيه، يعني اللي بيقبض 1500 بيقبض 2000 بيقبض 2400 2500 معفي من الضرايب. نعم. طب الفلوس دي اللي كانت بتخش للدولة هنجيبها منين؟ عشان الموازنة. قلت له نجيبها من الشرايح اللي أعلى بقى. يبقى احنا بنجيبها من الشرايح اللي أعلى. نقول بقى فوق 30,000 10%، فوق 100,000 مثلا 20%، لغاية ما وصلنا ل 35%. يبقى أنا عندي ضرايب تصاعدية ناتج وإجمالي هذه الضرايب، لأن مش ممكن إن يكون عندي واحد بيكسب 100,000 جنيه أدفعه ضريبة زي واحد بيكسب 10 مليون جنيه. الكلام ده مش موجود في أي حتة، حتى في أدغال أفريقيا. ما ينفعش، ما تمشيش، ما ينفعش يكون نفس النسبة، ما ينفعش طبعا، ما ينفعش. وبعدين الإعفة دي هتعمل إيه؟ أكني رفعت مرتبه بنسبة. الإعفاء يعني مثلا لو 10% هو بياخد 1500 جنيه، يعني انا رفعت عليه 150 جنيه، اكني زودت مرتبه 150 جنيه بس بدون تضخم، لاني ما زودتش المرتبات، ما زودتش بالفعل المرتب. يبقى حافظت على التضخم وحافظت على الموازنه وجبت حق الناس من الاغنياء بالتدرج. ده الرؤيه اللي جت وطلعت في القانون اللي انا مقدمه، اللي مش عارف هيتوافق عليه ولا لا، لان طبعا انت عارف الاغنياء لهم سطوتهم ولهم رؤيتهم، وهيجي لك يقول لك حتى في البرلمان يا فندم، في كل حته، حتى في البرلمان في كل حته، في الكونجرس في فرنسا، في هي كده، هي الدنيا كده، المال 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 والبنون. يعني يعني المال بيتحرك. يعني ما هو المال اللي وقف في اوروبا الضريبه على البورصه، أصحاب رؤوس الأموال في أمريكا اللي قالك ضريبة موحدة حتى لا يتهرب الناس من الضرائب، وبتجمع في مدرسة بس بتقول أكيد كده. في نواب مع حضرتك بيدعموك، أكيد في أعضاء زي ما حضرتك بتقول مساندين وأعضاء كثيرين، مش بس من اليسار أو الوسط أو من اليمين، لأن ده منطق. ما ينفعش، ما ينفعش إن أنا دايما أجي على الغلبان، ما ينفعش دايما أجي على الموظف، ما ينفعش يكون عندي كبار المستثمرين في مصر عليهم المليارات للضرائب ما اتدفعتش من سنة 95 و98 اللي هو فاكر انت لما جه الاخوان ودفعوا ساويرس 5 مليار، ما هي كانت ايه؟ ما هي كانت ضرائب متأخرة. ان هو اتحكم ان لسه الموضوع ما اتحكم، ولكن لازم ابتدي انظر اولا ان انا ما اتبحش الغني، بس اخد حق الناس من الغني، اخد حقه في ضرائب، وفي نفس الوقت ما تبحش الراجل اللي بيبتدي حياته بالضرائب. ان انا اقول له انت 4000 جنيه معفيه ضرائب، ايه 4000 جنيه اللي معفيه ضرائب دي؟ هتعمل له ايه؟ ولا 10000 جنيه ولا 20000 جنيه؟ 30000 ده يعني ضعف الحد بتاع المرتبات، حد يعني البدايه. ما ينفعش. وبالتالي احنا تقدمنا بالقانون، والحقيقه في نواب كتير طبعا بيساندوا، وفي نواب تانية مقدمه على 20000 رفع الحد. يعني فيك اكتر من القانون نازل، احنا قدمنا قانوننا، وانا في تخيلي ان في الاخر هنوصل الى ان احنا نصل هل ال 35 تبقى 45 ولا تبقى 30، ولكن جميعنا مقتنع تماما بان لازم رفع حد الاعفاء الضريبي على الدخول القليله وتحميلها على زيادة الضريبة على الدخل. يعني طيب خلينا نتحدث عن، واخد رأي حضرتك عن ائتلاف دعم مصر، وهو التكتل الأكبر داخل مجلس النواب. حوالي 60% من أعضاء مجلس النواب متواجدين داخل ائتلاف دعم مصر. هناك اتهامات موجهة لهذا الائتلاف بأنه بيحاول يهيمن على أصوات المعارضة وبيحاول إسكاتها في يعني في أغلب الأوقات. شايف إيه؟ رأي حضرتك إيه؟ أنا عايز أسألك سؤال. اتفضل. يعني سؤال هيبقى بسؤال. إجابة. سؤال بإجابة. بعد الثورات، هي الثورة دي عبارة عن إيه؟ الثورة دي عبارة عن الشعب اجتمع كله مع بعض للإطاحة بالنظام. نعم. بعد الثورات ما بيبقاش في انتخابات، يعني دوغول جه رئيس لفرنسا بدون انتخابات، يقول لك احنا هنصرف فلوس ليه؟ ما هو هيجيب 97 زي السيسي. نعم. واخد بال حضرتك؟ يعني بعد الثورات بيكون في اجماع. هات لي نائب جوه القاعه بتاعت البرلمان من 600 نجح في الانتخابات وهو يقول للناقب ادخلني البرلمان وانتخبني لكي ادخل البرلمان لاني معارض للنظام. لا، الكل كان مشغل تسلا من الايادي. ليه؟ لان اللي نزل انتخب في انتخابات البرلمان هم اللي نزلوا في الدستور، هم اللي نزلوا في انتخابات الرئاسة، هم المؤيدين، هم المجمعين.
اللي حصل ما بينهم اجماع اللي هي مجموعه 30/6. نعم. وبالتالي من الطبيعي ان البرلمان يكون الموالاه اكتر من المعارضه. انا ممكن اعارض حكومه، انا ممكن اعارض قانون، وبالمناسبه احنا في تحالف دعم مصر في اوقات كثيره احنا عارضنا واختلفنا. قانون الخدمة المدنية لم يمرر، في قوانين لم تمرر، ولكن الحقيقة هي ان المجموع جوه هو مجموع اتى بعد الثورة وبعد اجماع. سهل جدا. انا كنت مستقل ايام مبارك، برلمان مبارك، كنت مستقل ايام الاخوان، يعني معارض. ها، والنهاردة انا بقول المعارضة ايام زمان كانت صعبة والحكم كان سهل، النهاردة الحكم صعب والمعارضة سهل. طبيعي قوي ان انا اقول لك انا معارض، سهل قوي. بص، مفيش تعليم، مفيش تعليم، امال انت قمت بثورة ليه؟ مفيش صحة، مفيش صحة، امال انت قمت بثورة ليه؟ مفيش ومفيش ومفيش ومفيش، فعلا مفيش، امال احنا قمنا بثورة ليه؟ عشان الدنيا كانت حلوة. طيب النهاردة مفيش ومفيش ومفيش، طب احنا عايزين نعمل بقى. الصح ان انا اجي اقول ايه، احنا مفيش كذا ومفيش كذا وكده قمنا بثورة، ادي رؤيتي، ادي فكري، انا عايز اعمل تعليم والتعليم بياخد وقت، انا عايز اعمل مدارس، موديل لمدارس عشان الشعب يشوف كمان 20 سنة مصر كلها تبقى ازاي. عايز العدل. العدل ممكن يجي ازاي؟ توزيع. انا ما عنديش، انا دولة في حالة اقتصادية صعبة جدا، بس عندي مبلغ اوزعه بالعدل. انا مش مطلوب طيب مني الا العدل. بس لحضرتك مثال صغير على، يعني كما يقول البعض، ان ائتلاف دعم مصر يحاول الهيمنه واسكات المعارضه، ما يحدث مع النائب محمد انور السادات في اتهامه بتسريب قانون الجامعات الاهليه، ومع الواقع ان هو هذا قانون متواجد على المواقع الالكترونيه ومواقع الانترنت في كل حته، في اتهامات لهذا النائب انه هو الذي سرب ومحاوله لاسكات لي. شايف ايه راي حضرتك في الموضوع؟ لا بص، اقول لحضرتك حاجه بس عشان احنا مش عايزين نظلم حد ولا نيجي مع حد. على حد، في اكتر من سفير اعلن ان هو استلم هذا القانون، قانون الجامعات الاهليه. الجامعات الاهليه بالمناسبه القانون اللي اتناقش امبارح مش هو اللي اتسلم في الاساس. القانون اللي اتناقش امبارح ده قانون عامله البرلمان، القانون الثاني كانت عاملاه الدوله. احنا الاول مره بنمرر قانون احنا اللي عاملينه، مش جاي لنا منين؟ من الحكومه، من الدوله. على العموم بص اقول لحضرتك حاجه، عمليه بسيطه. نعم. في لجنه تحقيق وفي لجنه قيم وله الحق في الدفاع عن نفسه، وللبرلمان الحق في الدفاع عن البرلمان. يعني حينما تاتيني بقانون معين ماضي عليه 60 نائب، لان اللائحه بتقول ان انت لو عايزه يخش على طول ما يعديش من الاقتراحات والشكاوي ويروح للجنه على طول المختصه تمضي عليها 60 نائب. انا برضو ما اقدرش اكد، ولكن هناك ادعى بان 60 نائب دولت في منهم عدد من النواب لم يوقع وتم التوقيع عنه. تم التوقيع عنه. وتقدموا بشكوى لرئيس البرلمان، وانا احدى النائبات جت لي امبارح قالت لي هذا الموضوع، قالت لي انا تقدمت بشكوى لاني لم اوقع. وهي سيده محترمه وميت راجل وناجحه فردي مستقل وفي شبرا، يعني ست بسم الله ما شاء الله، يعني انسانه. فبالتالي ترى ان لجنه القيم هي اللي يجب. يا فندم، هو انا ينفع ازور امضتك؟ هو ينفع ان انا اودي حاجه لسفاره؟ هو ينفع ان سفاره تكلم نائب تقول له انت ما بتتعاونش مع رئيس لجنتك ليه؟ هو ينفع حاجات كتير؟ لا، ما ينفعش. لكن انا اقول ينفع ولا ما ينفعش؟ لا، لان انا مش محقق في لجنه التحقيق، ولازم ياخد حقه وياخد حقه في الدفاع عن نفسه. ولكن لو تم اثبات هذا الكلام، لا، ده امر خطير. ما ينفعش، ما ينفعش ان انا ابقى مخترق، ما ينفعش ان انا طول النهار بقعد في السفارات. انا رئيس لجنه، انا بقول للسفير تعال لي هنا. ممكن في دعوه في عيد وطني اروح وجامل وده هيحدث، لكن مش قاعد على طول في السفاره. مش باخد اوامر من السفاره، مش ببدي القانون يتذاكر في السفاره، لا، الكلام ده ما يلزمش. وبالذات ان برضه احنا مش هننسى حاجه، يعني انا من الحاجات اللي بعاني فيها في لجنه الشؤون الافريقيه ومصر بتعاني بيها كلها، هو الاجتماع اللي عمله مرسي لو تفتكر على الهواء بخصوص سد النهضة، وكان حاضره سياده النائب محمد انور السادات، وخرج باقتراحات خلال هذا الاجتماع بتاثر عليا انا كرئيس لجنه الشؤون الافريقيه. النهارده احنا عندنا شابين مقبوض عليهم في اثيوبيا، شابين مصريين بيشتغلوا في اثيوبيا مقبوض عليهم. النهارده العمليه بسيطه، اهو الشريط
دول عملوا اللي انتوا كنتوا بتقولوه. طبعا الكلام ده مش مظبوط واحنا بنتحرك، وانا متيقن تماما انا من الناس المؤمنين بالعلاقة المصرية الاثيوبية، لان هي مش بتاعت النهاردة. يا بيه احنا حمينا سيدنا المسيح وامه، حمينا المسيحية من الرومان عليهم السلام، وهم حموا الاسلام في هجرتين عند النجاشي. نعم في النجاشي صح. احنا الاتنين دولتين لينا مهمة واحدة، هي حماية دين الله على الارض. احنا لا يمكن نختلف، وان اختلفت القيادات فعليهم ان يرحلوا. نعم. لان زي ما بقول مش نقص في الموارد، هي سوء استخدام الموارد. لما اقول انا عندي 100% اللي بينزل بناخد منه 10% وبنتخانق ونقوم بحروب من اجل 10% واحنا مهدر 90%، الشعوب لازم تمشي الناس دي. نعم. يجيبوا رئاسة تانية ويجيبوا نعم. ناس تقدر تقعد مع بعض. يعني الدبلوماسية الشعبية هي الخط الاخير. نعم. نعم. الخط الاخير. طيب. خليني طيب انقلك بعض اراء الشارع المصري. هناك من لا يرضى عن اداء البرلمان بشكل عام حتى هذه اللحظة، شايف رأي حضرتك ايه؟ وهل يعني هل هناك ممكن ان يرضى الشعب المصري عن اداء البرلمان بشكل كامل في يوم من الايام؟ والله انا شايف ان ده بقى على البرلمان، ان هو يعني الشعب رضي عننا في فترة مرضيش عننا في فترة. يعني ساعة مثلا القانون اللي احنا وقفنا كلنا كان في عدد خدمة مدنية قصدك؟ خدمة مدنية يعني الشعب قال لك والله ده البرلمان ده بيعرف يقول لا في وقت ما تم رفض في وقته. وبعدين ما ننساش برضو ان البرلمان ده بقاله 6 أشهر وكان عنده لائحة وعنده تصديق على قوانين تمت في غيابه، وكان عنده. فبالتالي النهارده انت حاسب البرلمان على الدور دوت. انت كنت بترتب بيتك من جوه وجاي بعد كام سنه ما فيش برلمان، فده كله برضو مهم. ولكن الاهم من ده ان ما فيش كتله صلبه جوه البرلمان زي ايام الاخوان والحزب الوطني. يمين يمين شمال شمال. هل تفتكر ايام الحزب الوطني او الاخوان كان ممكن يخش قانون زي الخدمه المدنيه وما يتاخدش عليه موافقه؟ لا طبعا، لان في اغلبيه ميكانيكيه. عايز تقول لي ان دعم مصر هي اغلبيه ميكانيكيه؟ لا، والا كانت وافقت على كل شيء. النهارده برضو لازم نقول نقطه مهمه جدا، ان الائتلاف النهارده بيظبط نفسه داخليا. النهارده انا عندي رئيس ائتلاف جديد وعليه اجماع من نواب كتير، وراجل خلوق وراجل يتقي الله وراجل محترم وراجل فكره اقتصادي، فاهم يعني ايه اقتصاد، فكره سياسي، فاهم يعني ايه سياسه. وبالتالي النهارده ده امر مهم، ويا 2 نواب من الشباب من الشمال ومن الجنوب. يعني الائتلاف بيجتهد للوصول الى انه يكون في تجمع داخلي جوه تجمع 30/6. نعترض مفيش مشكلة، نعارض مفيش مشكلة، نقول رأينا مفيش مشكلة، لكن في أمور معينة محتاجة الإجماع. بمناسبة طيب ذكر حضرتك أن هناك قوانين أيام نظام الرئيس الأسبق مبارك، أن يعني كانت مفيش حد يقدر يعارض داخل البرلمان. أنا قلت لك الحكم كان سهل والمعارضة كانت صعبة. هل ترى أن في أيادي لنظام الأسبق ما زالت تتحرك داخل المجتمع لإفشال التقدم الذي يحدث؟ وهل هناك خطط تشريعية لمحاسبة هذا النظام؟ والله أتمنى ذلك، يعني أن قانون العدالة الانتقالية يطبق على عهد مبارك كما يطبق على عهد الإخوان. نعم. لان دول حكموها 30 سنه، دول خربوها، دول نهبوها، دول وصلوها ان لا فيها تعليم ولا فيها صحه ولا فيها اي حاجه. وايادي هذا النظام ما زالت موجوده يا فندم؟ طبعا موجوده، وموجوده جوه البرلمان. لا موجودين، وطول النهار يقول لك جوه البرلمان، ها مش كان زماننا احسن من دلوقتي؟ بيقال هذا الكلام. طبعا داخل. بيقال. مين اللي بيقوله؟ هل تفتكر ده واحد من 30/6 ولا واحد من العهد البائد؟ العهد البائد. وبالتالي هو طبيعي. هو انا لما وقفت قلت الكلمه بتاعتي في شرم الشيخ، قلت له يا ريس لن يرضى عنك من قامت عليهم الثورتين. ليه؟ الجيش وقف معانا احنا في الشعب في 25 يناير وما وقفش مع مبارك ابن المؤسسه. حصل. الجيش وقف معانا في 30/6 وما وقفش مع المؤسسه العسكريه الامريكيه او القوى الخارجيه الامريكيه الداعمه للاخوان. اذا الجيش بتاع الشعب، والشعب من يعني حته الجيش مع الشعب ده خلاص انتهت. دي اتكتبت كده زي الفراعنه على الحجر، اتنقشت، ما مش هتتشال خلاص. ان الجيش هو ليس لديه قائد الا الشعب.
والإرادة الشعبية. والإرادة الشعبية، ومطرح ما تروح الإرادة الشعبية جيش مصر بيروح. بالمناسبة ده اللي قاله رئيس برلمان عموم أفريقي، حافظوا على جيشكم اللي وقف مع الشعب، جيوش لا تقف مع الشعوب، تقف مع الحاكم. حافظوا على جيشكم، حافظوا على بلد من أجل أفريقيا، لأن جيشكم هو الجيش الوحيد القادر على حماية أفريقيا. ده نداء رجل من الخارج، لا بيطبل ولا بيزمر ولا، بس بيقول حقيقة واقع. إذن جيش مصر ووقوفه إلينا مش هيخليهم يرضوا عننا، مش هيرضوا عنك يا ريس، لا دول ولا دول. ما ليك مين؟ ليك الشباب، ليك الشباب يا ريس اللي قام في 25 بالثورة ونزل كنس ووقف قال الجيش والشعب إيد واحدة. ليك الشباب اللي لما اتسرقت منه ثورة 25 هو اللي نزل الشوارع ومات لغاية ما شال الإخوان. هم دول اللي احنا عايزين نلمهم، ولادنا اللي طول النهار نقول ما حبش حد يبقى أحسن مني غير عيالي. طب عيالك بقت حلو، ما تولي العيل. أصل بص، العلم ربنا بيهبه زي المال، يختصك كده بعلم، اختصك بعلم. فأنا أدور على العالم حتى لو عنده 20 سنة، ما أقولش ده عيل، لا أخده وأحطه في القيادة وامشي وراه. العلم يولى، لو ولي العلم في مصر، مصر دي عدت و يعني الأهرامات رجعت تاني ولاية العلم. حلقتنا والله قربت على الانتهاء، ومحاورنا لسه كتير مناقشتها مع حضرتك، لكن بس عندي آخر، ممكن يكون آخر سؤال. يوم 11/11 المشير حسين طنطاوي نزل ميدان التحرير، رأيك إيه في زيارة المشير حسين طنطاوي لميدان التحرير في هذا التوقيت تحديدا؟ أنا والله شايفها الحقيقة، يعني الراجل ده أنا يمكن كنت من الناس اللي فترة من الفترات ظلمته وقلت إن هم واخدين جنب الإخوان وإن هم باعوا الثورة وأخدوا جنب الإخوان. الحقيقة هذا الرجل التاريخ هيكتب إنه هو حافظ على هذه الدولة، ان هو استطاع بكل هدوء انه يحافظ على مصر في وقت انتهت فيها كل دول المنطقه وتقسمت كل دول المنطقه. نزوله ميدان التحرير في هذا اليوم هو رساله للعالم كله، جيش مصر، رساله للاخوان، جيش مصر، احنا اللي في التحرير. ومصر بتشتغل، ومصر بتفرح، ومصر بتحتفل، ومصر بتجهز لماتش عشان هتروح كاس العالم ان شاء الله، وان شاء الرحمن هنروح كاس العالم ان شاء الله، وان شاء الرحمن هيعود الجمهور. عايز برضو اسال حضرتك على حاجه كمان، دورك طبعا ومجهودك كبير في البرلمان الافريقي وفي لجنه الشؤون الافريقيه، وحضرتك ترأست لجنه الشؤون الافريقيه في دور الانعقاد الثاني، لكن بصراحه خلينا يعني نثني على مجهودك داخل البرلمان الافريقي، بصراحه مجهود يعني يشكر جدا ومحمود. هل من الممكن ان نرى الاستاذ نائب مصطفى الجندي مرشح لرئاسه البرلمان الافريقي في يوم من الايام؟ انا برضو عشان يعني انا كنت عضو في هذا البرلمان من 2005 وبعدين ترشحت كنائب رئيس البرلمان والحمد لله نجحت، وكان اول مره مصر. علشان كده انا بسال بقى، هل من الممكن اللي ان شاء الله ان شاء الله ساترشح لو يعني لو دولتي وافقت، وانا المؤشرات بتقول ان هم يعني ما عندهمش مانع. لان ده منصب دوله وليس منصب شخص. الحمد لله رب العالمين، الناس في البرلمان الافريقي بيثقوا فيا، ولان انا بحبهم حقيقي، مش متكلف ولا بقول شيء وارجع فيه، بصدقهم الكل، موجود وياهم. وده على فكره بان في علاقتك مع رئيس البرلمان الافريقي في مؤتمر شرم الشيخ في دور الانعقاد. بالظبط، رئيس البرلمان الافريقي لما كنت نائب رئيس البرلمان هو كان نائب رئيس، هو كان نائب اول وانا نائب تاني. والنهارده هو رئيس البرلمان وهو اللي بيساند ترشحي لكي ان شاء الله اتقدم في 2018 على رئاسه برلمان عموم افريقي. مصر الأفارقة شايفينها على حقيقتها، مصر الأفارقة عارفين قيمتها يمكن أكتر مننا إن شاء الله. فإحنا عايزين نعرف قيمة بلدنا، ومش بس عشان أمشي كده وأبقى متعنطز وأبقى مية مية، لا، عشان أعرف المسؤوليات اللي حقيقة. مصر عليها مسؤوليات، مصر كفيل للعرب، مصر كفيل للأفارقة، مصر كفيل لأي إنسان يبحث عن الأمن والأمان والسلام في العالم كله. فاكر الشاه بتاع إيران لما ما لقاش حتة غير مصر الصدق. فاكر سيدنا إبراهيم لما جه؟ فاكر ستنا مريم وسيدنا عيسى عليهم السلام جم صعيد مصر؟ فاكر آل البيت لما هربوا وجوم عندنا؟
احنا دولة ربنا خلقها لكي تكون ملجأ لمن لا ملجأ له. هذا البلد آمن 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 بالقرآن وبالتوراة وبالإنجيل، وأمن هذا البلد فينا وانت وفي عيالنا وفي حوارينا وفي شوارعنا. احنا شعب كبير، وزي ما بيقولوا ولاد الأصول ما يعملوش كده، احنا ولاد أصول ومش أي أصل. ده احنا اتجوز من عندنا سيدنا إبراهيم، واتجوز من عندنا سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام. يا جدعان احنا عرق من يعني دايما يقول لك ايه، ان الواحد يتحسس لان العرق ده اساس. يعني ده حتى ديننا بيقول كده. فتخيل بقى لما الانبياء يتجوزوا من عندنا يبقى العرق ده ايه من اروع العروق. ان شاء الله امنين وسنبقى امنين. وزائد ان البلد الوحيد اللي في الدنيا كلها مش بس مشي فيها الانبياء وتزوج فيها الانبياء، ولكن حينما اراد الله ان يتجلى تجلى فيها. يا اخي احنا بلد كبير وبلد عظيم، وان شاء الله والله وان شاء الله وافتكروا اللي جاي خير وخير كبير، بس نولي العلم وندي للعلم اهميته، ونبدا فورا في التعليم والصحه. بعمل مدرسه ومستشفى في كل مركز شرطه موديل لما ستكون عليه كل مستشفيات مصر وكل مدارس مصر، حتى يرتاح الجيل ده اللي مش هيشوف المستشفى دي، يشوف هو هيجتهد ويعمل لاولاده هيبقوا عايشين في ايه. احنا دايما بنقول مش عايزين حد يبقى احسن منا غير عيالنا. يلا عيالنا ان شاء الله يبقى احسن. وبالمناسبه اللي احنا فيه ده هو كان متاجل من ابويا وجدي، رفضوا ابويا وجدي ان هما يعوموا الجنيه وان هما يعملوا سعر واحد وان هما يعملوا اصلاح. لو تفتكر ايام السادات وقامت الهوجه خاف ومظاهرات العادي، دايما الاصلاح ياتي من رجل ذو شعبيه، لان الاصلاح ياكل من شعبيه صانعه، ولكن يراه الناس ويمجده الناس بعد ذلك حينما يروا على المدى الطويل نتائج هذا الاصلاح. بلدنا فيها اصلاح، فيها نيه اصلاح، فيها رئيس جمهوريه لا يتستر على فساد. لاول مره برلمان بيطلع لجان تقصي حقائق، اديك شفت القمح، ادي فلوس التامينات، في لجان تقصي حقائق كتير بتطلع. ما كناش نحلم ان احنا نعمل لجنه تقصي حقائق، لا ايام الاخوان ولا ايام فتح السور. اذا في تقدم، احنا مش عايزين نجلد نفسنا. ده في تقصير، في تقصير هنصلحه، لازم نصلحه بايه؟ بالاعلام لما يحط النور عليه، بان المجموع اللي موجود يبقى نيته فعلا اصلاحيه، البلد دي هتمشي ان شاء الله. موفقين باذن الله. وانا بشكر يعني حضرتك، وقتي خلص والله للاسف، وبشكر حضرتك سياده النائب، كنت معنا ضيفا في هذا البرلمان. شكرا. مشاهدينا الكرام، كان هذا لقاءنا مع الاستاذ مصطفى الجندي، عضو مجلس النواب ورئيس لجنه الشؤون الافريقيه بالمجلس، وهو ايضا المستشار السياسي لرئيس البرلمان الافريقي. اشكركم على كرم المتابعه، وفي رعايه الله. أهلا بكم مشاهدي عين على البرلمان في هذا اللقاء الخاص مع النائب البرلماني الأستاذ عاطف ناصر، فور نجاحي في الانتخابات الداخلية لحزب مستقبل وطن برئاسة الهيئة البرلمانية للحزب، وسط منافسة بين 4 من نواب الحزب، لتوه الآن رئيسا للهيئة البرلمانية. سيادة النائب ألف مبروك أولا. الله يبارك فيك يا فندم، شكرا. ألف مبروك. كلمني كده عن يعني في 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 عجاله عن هذه الانتخابات، كيف كانت المنافسه فيها؟ طبعا اكيد ده شان داخلي بحزب مستقبل وطن، ولكن اكيد الانتخابات الداخليه كان لها كواليسها. هو اللائحه بتاعه الحزب بتقول ان احنا رئيس الهيئه البرلمانيه بتعين، فاحنا بنحب دايما في الحزب واحنا كلنا زملاء اسره واحده ان يبقى فيها شيء من الديمقراطيه وتبقى العمليه بصوره شفافه. فعملنا انتخابات، الحمد لله الانتخابات كانت انتخابات قوية جدا، كلنا أسرة واحدة، وربنا وفقني والزملاء الأخوة التانيين ربنا لم يحالفهم الحظ في المرحلة الحالية، بس يعني كلنا أسرة واحدة وهنشتغل كلنا مع بعض واحدة والحمد لله. يعني ألف مبروك يا سيادة النائب. الفارق بين أشرف رشاد رئيس حزب مستقبل وطن كرئيس للهيئة البرلمانية وبين رئيس الهيئة البرلمانية المنتخب، رؤية الهيئة البرلمانية هل ستختلف في الفترة المقبلة؟ هو دايما احنا سياسه مؤسسات في الحزب، فالسياسه بتبقى واضحه، بنبقى حاطين رولز معينه واضحه بنشتغل عليها كلنا. هو ادى مع عليه في الفتره الماضيه بنشكره جدا، هو اخ فاضل وصديق لينا جميعا، واجتهد جامد جدا في المرحله اللي فاتت وبنشكره عليها، وبنشكر جميع الزملاء اللي تعبوا المرحله الماضيه، وان شاء الله المرحله الجديده يكون عندنا رولز تانية بمشاريع قوانين نبدا نخش بيها، وان شاء الله يكون افضل يعني، ونتمنى الخير يعني ان شاء الله.
خلينا نسأل حضرتك بقى عن رؤية الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن لدور الانعقاد الثاني، كيف تبلورون هذه الرؤية خاصة وأن دور الانعقاد الأول يعني سيطر عليه أجواء اللائحة ومشروعات القوانين بقانون، فالنواب كلها استهلكت في دور الانعقاد الأول دون وضع رؤية حزبية حقيقية، في دور الانعقاد الثاني ربما الأمر مختلف، كيف ستباشرون وستضعون رؤية للهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن في دور الانعقاد الثاني؟ ودور الانعقاد الثاني احنا كنا جاهزين فيه ب 11 قانون، فلسه بنبدأ ندرس ال 11 قانون حاليا مع المكتب الفني للحزب، وان شاء الله نبدا نخش بيهم في المرحله القادمه في خلال 20 يوم او 25 يوم، نبدا نخش بمجموعه من القوانين كويسه جدا، مجموعه من التشريعات هتكون قويه جدا بالنسبه للتشريعات الاقتصاديه، وان شاء الله ربنا يكرم. يعني انت عارفين الظروف الاقتصاديه اللي احنا بنمر بيها صعبه، بس النهارده في التحسن، فاحنا ان شاء الله المشاريع الجديده هتقدر نقوم البلد. سياده النائب 11 مشروع قانون لحزب مستقبل وطن، يعني اهم هذه القوانين او ايه هي ال 11 ايه هم ال 11 مشروع قانون؟ أنا مش المشاريع كتيرة فمش عايز أطرحها. أهم المشروعات هو المشروع الرقابة على الأسواق، ده رقم واحد، ده مشروع قانون احنا مقدمينه. المشروع القانون الثاني مشروع قانون التصالح على الأراضي الزراعية وعلى المباني في المدن الجديدة، يا سلام عليك التصالح عليها، وإن شاء الله ده هيوفر دخل للدولة حوالي 102 مليون. 102 للموازنة، ممكن يحصل على 3 سنين 4 سنين، فدي حاجة كويسة جدا، ويبدأ يحصل تصالح مع الناس دي كلها. يعني ايه تاني فن؟ تاني حاجة المشاريع برضك اللي احنا مقدمينها، مشروع برضك للاستثمار، يعني برضك عشان نزود عملية الاستثمار فنطرح تسهيلات شباك اليوم الواحد، ده لازم يفعل في مشروع بالقانون دوت، فان شاء الله داخلين فيه في المرحلة القادمة. الشباك الواحد حضرتك تقصد؟ الشباك الواحد لازم نشتغل بيه. طول ما انت مش شغال بالشباك الواحد مفيش عندك استثمار، فاحنا بنتمنى المرحله الجايه ان الاستثمار يزيد، ان شاء الله نقدر نفعل موضوع الشباك الواحد. نتمنى لكم التوفيق طبعا في الاجنده التشريعيه الخاصه بالحزب واللي مشاركين بيها اكيد من خلال اجنده البرلمان. النهارده لو حضرتك طبعا مشارك واكيد عارف، النهارده كان في مناقشات مختلفه حول مشروعين قانون مهمين، مصر كلها بتعتبرهم مشروعات قوانين مهمه. المشروع الاول هو مشروع قانون التظاهر وتعديلات على مشروع قانون التظاهر، والمشروع الاخر هو مشروع قانون الجمعيات الاهليه. خلينا نسال حضرتك، وسط الجدل المجتمعي حول قانون التظاهر بين من يرى ان هذا القانون يجب ان يكون بهذه الصوره، هو قانون مثالي يعبر عن حاله او رغبه الدوله المصريه في انها تسيطر على الامور وتظبط تعمل انضباط امني في الشارع، وبين وجهة نظر أخرى ترى أنه قانون التظاهر يجب أن يحترم قواعد الرأي والتعبير المنصوص عليها في الدستور المصري. حزب مستقبل وطن إزاي شايف هذه المسألة؟ أنا شايف المسألة ديت أن السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي أصدر تعليماته مع الشباب تعديل قانون التظاهر، فحاليا في مجموعة من الشباب شغالة وفيها ناس مشاركة من حزب مستقبل وطن فبيدرسوا تعديل بعض المواد في قانون التظاهر، فمش عايزين نسبق الأحداث لما يتم التعديلات النهائية. لكن حتى الان النهارده كان في لجنه شباب ولجنه شؤون التشريعيه كانت في البرلمان كانت بتناقش، كانت بتناقش، لسه شغالين فيها. لسه شغالين فيها، فمش هقدر اديك برضه داتا غير ما يكون داتا نهائيه. طيب ما يتعلق بقانون الجمعيات الاهليه، قانون الجمعيات الاهليه ايضا هو واحد من القوانين المهمه، واعتقد انه النهارده الجلسه العامه كان فيها مناقشه يعني شبه حاميه حول مسالتين. المساله الاولى هي مساله التراخيص، الدستور والقانون المعد من الحكومة بيقول انه في حالة تأسيس القانون في حالة تأسيس جمعيات من مواطنين مصريين يكون بالاختار، في حالة تأسيس هذه الجمعيات لأجانب يجب ان يكون بالترخيص. انت شايف ازاي هذه المسألة؟ والله المسألة عشان يبقى فيها عملية تحكم بس في الاموال اللي هي محوله لك من الخارج او التمويلات، ويكون عليها دور رقابه ويبقى في تحكم للدوله. احنا شفنا في احداث يناير كان في تمويلات كتيره، طبعا كلنا شفناها، صحيح تمويلات كتيره ادت الى هلاك جزء كبير من الامن القومي للدوله، وده شفناها في احداث 25، عندك اسامه الضرب في 25 يناير. تمام، في احداث 25 يناير شفنا السجون اللي اتفتحت، كل عمليات التخريب اللي حصلت دي كان في تمويلات كبيره، ما انا مش هقدر اتحرك بالقوه دي غير ما يكون تمويل. التمويلات اللي شغاله في سينا، هل سينا كل الاسلحه اللي بتخش والذخيره والضرب والحرب بقى لنا 3 سنين دلوقتي بنحارب فيها؟ تمويلات لجرائم وتمويلات للارهاب لا علاقه لها بقانون الجمعيات الاهليه. ما انا لازم اعمل كنترول عشان ابقى عارف التمويل جاي لي منين، يبقى عارف التمويل جاي لي منين ومصادر الصرف بتاعته فين.
بالتالي ان انا اقدر احافظ على امن قومي بالنسبه للدوله. هي المساله الثانيه يعني حضرتك هي دي مساله اولى كانت متعلقه بالاختيار والترخيص. المساله الثانيه هي ربما كانت متعلقه بمساله التمويل. مساله التمويل مساله خلافيه في الفقه القانوني المصري، واعتقد انها قضيه خلافيه في البرلمان. حضرتك بعض الناس شايف انه لازم يبقى فيه قيود وتراخيص على دخول التمويلات الاجنبيه للمجتمع المدني، الجمعيات والاتحادات والمؤسسات. بعض الناس شايفه انه هذه التمويلات يجب ان تكون هي الاخرى مباحه ومتاحه. هناك ايضا اهداف يعني مختلفه للجمعيات الاهليه، بين اهداف تنمويه تهدف هذه الجمعيات العمل عليها زي مرضى السرطان وزي مرضى كذا ومرضى كذا ودعم سبل العلاج، وايضا للعمل على تعليم بعض المهن ودخول بعض الميكانات وتدريب ودعم بعض المشروعات. ده يعني انتوا ازاي في مستقبل الوطن، او ازاي حضرتك بتشوف مساله التمويل؟ ايه الضوابط، ايه القيود اللي المفروض تبقى موجوده؟ احنا قدام نشاطين مختلفين، نشاط تنموي ونشاط ربما زي ما حضرتك بتقول نشاط سياسي، نشاط له علاقه بالجريمه، له علاقه بالارهاب. الفرق هنا القانون هيتعامل ازاي مع الحالتين؟ القانون هيتعامل مع الحالتين، هيكون في دراسه الاول للجمعيه، الجمعيه تقدم دراسه جدول لشغل الجمعيه، تمام؟ هتقدم الدراسه بتاعتها، فبالتالي هتخضع للجهاز المركزي للمحاسبات، هتخضع للمفروض عشان يبقى الشغل يبقى مظبوط، جهاز المركزي للمحاسبات لوزاره التضامن، فبالتالي هتبقى عارف نشاط الجمعيه. بس القيود مش هتبقى غير على الجمعيات اللي هي فيها تمويلات خارجيه، انما التمويل الداخلي والكلام ده كله عليه رقابه يعني، فالدنيا معروفه. تبرعات وغير ذلك لا كلها معروفه يعني، فده ما فيهاش مشاكل. هو التمويل الخارجي بس اللي فيه مشاكل. صحيح. لازم نبقى عارفين ايه اسباب التمويل بس. يعني دراسة أسباب التمويل بس. دي واحدة من القيود اللي حضرتك شايف تبقى مهمة، وجهة الإدارة وجهة الإدارة بتاعتها. ماشي. والصرف يبقى مراجعة على الصرف ما قبل وما بعد. تمام. سيادة النائب عاطف ناصر رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل الوطن، هنسأل حضرتك كمان وأنت عضو في اللجنة الاقتصادية للبرلمان، كيف تنظر إلى الأوضاع الاقتصادية المصرية في هذه المرحلة؟ أنا متهيألي الأوضاع المصرية في هذه المرحلة في الآن اللي أنا فيه النهاردة أحسن من الشهر اللي فات. الحمد لله. تمام. بدليل لما أنت عملت عملية تعويم الجنيه، أنا الجنيه النهاردة كمستثمر عشان أجي أدخل مصر للسوق أو للاستثمار في مصر بخش التحويل على سعر 8.88. طب أما أجي أعمل دراسة الجدوى بتاعتي وأدرس السوق وخروجي من السوق، أما أجي أخرج من السوق هلم الدولار في السوق كان موصل ل 18 و19، يبقى أنا بخسر 60% من رأس مالي في حالة الخروج. فانا مش هاجي استثمر عندك، ده كان موضوع منتهي. فكان يجب تعويم الجنيه، ما فيش حل عندي غير ان انا اعومه تعويم حر، وتعويم مضار مش هقدر ان انا اعوم تعويم مضار عشان يبقى صعب بالنسبه لي. فبالتالي انت عومت تعويم حر، حصل عمليه تضخم، عملت شهادات ب 20% لمده سنه ونص وشهادات على 3 سنوات، وبالتالي بتبدا تاثر على عمليه التضخم عشان تاثر على التاثير السلبي للتضخم في السوق. فالنهارده انت قدرت تنجح في الاستراتيجيه اللي انت شغال عليها، بدليل ان الدولار النهارده كسر حيز ال 15. صحيح. بس فانا شايف ان شاء الله في خلال شهر 12. اقول لحضرتك انه بعض الناس بتقول انه تعويم سعر الجنيه هو ده نوع من انواع الاصلاح النقدي وليس الاصلاح الاقتصادي. بعض الناس الثانيه بتشوف انه الاصلاح النقدي ده مدخل للاصلاح الاقتصادي. انت بتشوف ازاي يعني هل المشكله الاقتصاديه هي مشكله متعلقه باصلاحات نقديه تتعلق بتحرير سعر السهم؟ في عندي نقطتين. اصلاح نقدي ده اللي احنا اللي تم يعني اصدره اللي هو محافظ البنك المركزي بتعويم الجنيه، ده الاصلاح النقدي. الاصلاح النقدي هو باب للاصلاح الاستثمار. صحيح. تاني حاجه، 17 قرار اللي خده المجلس القومي المجلس الاعلى للاستثمار هيؤدوا الى وجود استثمار حقيقي في مصر. حضرتك احنا كنا بالنادي ان يبقى في اعفاءات ضريبيه للمستثمر اللي جاي يستثمر، او انا داخلي وعايز استثمر وهعمل في مشروعات جديده في مثلا في الصعيد، فلازم يبقى يكون عندي اعفاء ضريبي، اعفاء على قطعة الارض، انا هنتج انتاج انا بستخدمه او بستورده من الخارج ادي له اعفاء ضريبي، بالتالي بعمل له منافسه في السوق واقدر انزل بالسوق بالاسعار. طب واحنا بنتكلم كمان برضو عن حزمه الاصلاحات النقديه، الغرف التجاريه او اتحاد الغرف التجاريه كان اصدر قرار من فتره وهو قرار غير ملزم لانه طبعا في الاخر مش قانون، بمنع استيراد السلع غير الاساسيه. شفتوا ده ازاي في البرلمان؟ هو كان في اتفاق بين رجال الاعمال وهم تعاونوا جدا، وفي بعض رجال الاعمال او اغلبيه رجال الاعمال انا بعتبرهم رجال اعمال وطنيين،
اتفقوا مع الغرفة التجارية ان هم السلع الاساسية نوقف استيرادها لمدة 3 شهور عشان النهوض بالاقتصاد المصري. وانا شايف ده قرار ممتاز ويدل على وطنية رجال الاعمال يعني. سيادة النائب هستأذنك، هنخرج فاصل ونرجع نستكمل حوارنا. هنخرج فاصل ثم نستكمل حوارنا مع رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن النائب عاطف ناصر. أهلا بكم مجددا في هذا اللقاء مع رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن النائب عاطف ناصر. سيادة النائب برحب بك مجددا. تعيش في كنا بنتكلم عن الأحوال الاقتصادية والإصلاحات النقدية. بعض الناس أو الخبراء الاقتصاديين النهاردة في مصر بيتكلموا عن المجموعة الاقتصادية للحكومة أنها شغالة تقريبا في جزر منعزلة، وزير المالية في مكان، وزير الاقتصاد في مكان، وزير الاستثمار في مكان، وزير التجارة في مكان. أنت بتشوف هل هذا الكلام المجموعة الاقتصادية هل هناك بينها تناغم منعكس على العمل ولا لسه المسألة محتاجة وقت أو محتاجين نائب رئيس وزراء للشؤون الاقتصادية زي ما بعض الخبراء بيقولوا؟ هو في الحقيقة احنا محتاجين نائب لرئيس الوزراء يكون متخصص في الاقتصاد او قوي في الاقتصاد. تاني حاجة ان احنا هنقول انهم جزر منعزل، لا مش هنقول، ما نقدرش نقول الكلام ده بالظبط يعني، لان في اجتماعات دايما دورية بينهم المجموعة الاقتصادية عشان حل الازمة، ويمكن كان رئيس الجمهورية بيدير اجتماع برضه مع المجموعة الاقتصادية في الفترة اللي فاتت، والقرارات اللي اتاخدت دي كلها باتفاق بين المجموعة الاقتصادية وبين محافظ البنك المركزي ووزير المالية فانا شايف يعني في تحسن، الفترة الجاية هيبقى في تحسن أفضل يعني. طب رأيك كيف بعض الآراء، ربما آراء حزبية أخرى زي مثلا رأي الهيئة البرلمانية حزب الوفد كانت بتقول أنه الأداء الاقتصادي للحكومة أداء سيء ومتراجع، وكان يعني في وقت من الأوقات عملوا استجواب حول الأداء الاقتصادي للحكومة. برضو مش هننسى أن الظروف الدولة اللي احنا بنمر بيها كانت ظروف عصيبة جدا. مش هنقدر نقول برضك ان انا عندي ما عنديش سياحه يبقى انا الدخل عندي قل، تحولات في الخارج قل، انخفاض اسعار البترول ادى الى ان المراكب او السفن ما بتعديش من قناه السويس بنفس الكثافه برضك اثرت. تاني حاجه الانكماش التجاره العالميه اثر، فكل دي عوامل مؤثره على الاقتصاد. صحيح. فمهما كان خبير الاقتصاد الموجود في ظروف بتحكمه او في قيود، فالتقيود دي كانت خارج الإرادة يعني، خارج إرادة أي حد موجود. طب اسمحنا مع النائب برضو في حديث آخر وإحنا بنتكلم برضو عن الأمور الاقتصادية، عن المنح والقروض اللي جات مصر. بعض الخبراء بيقولوا أنه هذه المنح والقروض يجب أن كان يجب أن يتم توجيهها لمعالجة الخلل المالي في بعض الشركات المتعلقة بالقطاع العام أو قطاع الأعمال، وأنه هذه الأموال لا يجب أن تستخدم في عجز الموازنة. انت بتشوف ده ازاي؟ هو انا عندي نقطتين. في بعض من القروض انا هستخدمها او بستخدمها لارتفاع الاحتياطي النقدي، وده برضو امر ضروري جدا. الاحتياطي بتاعك النهارده وصل 24 مليار، كان 22 مليار الحمد لله من حوالي 3 ايام وصل 24 مليار، فده اتجاه كويس ده بالنسبه لبعض القروض. في قرض زي بقرض الصندوق النقدي الدولي، انا القرض اللي محتاجه بيزيد من عمليه الائتمان عندك، بيتم الاستثمار الخارجي اللي داخل عندك، كل دي بتدي ثقة في الاقتصاد المصري وسوق الاستثمار المصري في مصر يعني. برضو فكرة الانفاق، فكرة الانفاق على المشاكل يعني، بنتكلم عن تقريبا عن 6000 شركة واحنا بنتكلم عن اصلاح هيكلي للاقتصاد. رؤية حزب مستقبل وطن لاجراء اصلاح هيكلي للاقتصاد في مصر، هو حضرتك اصلاح كلي يعني؟ اصلاح كلي. بالنسبة للشركات اللي هي قطاع الاعمال احنا شغالين عليها حاليا حتى في اللجنه الاقتصاديه، بالنسبه للجنه الاقتصاديه موجوده في الحزب واللجنه الاقتصاديه موجوده في المجلس، شغالين عليها دلوقتي وان شاء الله هيبقى في اصلاحات في الفتره في خلال سنه برضو عندي مجموعه من المشاكل الكبيره. فانا في خلال سنه باذن الله هعمل ابديت في بعض المصانع للسيستم، المصانع في معدات هيتم تغييرها في عشان اقدر اوصل لطاقه انتاجيه مظبوطه. مش هقدر اوصل للطاقه الانتاجيه دي واخفض تكلفتي غير لما يكون عندي سيستم حديث بالنسبه للمعدات والالات. في بعض المعدات بقى لها مثلا اكتر من 20 سنه و 25 سنه موجوده في المصانع، فيجب اعاده هيكله المصانع. تاني حاجه احنا برضو من ضمن رؤيتنا ان احنا بنطرح خصخصه الاداره بالنسبه لشركات قطاع الاعمال، ان انا يبقى عندي حد بيدير معايا او اداره مشترك معايا اداره، لا ممكن شركات تخش معايا بالاداره
وتاخد نسبة معينة بس بتخش بالإدارة وتعمل إحلال في الأجهزة والمعدات والكلام ده. ده أسلوب كويس بنبدأ نشتغل عليه الفترة الجاية، بنبدأ مطروح يعني في اللجنة الاقتصادية، وإن شاء الله في الفترة الجاية هيكون في تحسن في قطاع العمل بإذن الله. سيادة النائب، أكيد في اللجنة الاقتصادية بيشغلكم بشكل كبير مشروع القرض من صندوق النقد الدولي. مش أنتوا كلجنة داخل البرلمان بتشوفوا يعني هذا القرض بأي عين؟ أنا عندي ليه منظورين. منظور الأول هو التزام، وبشوف الأول السداد بتاع الالتزام ده هيبقى عامل معايا إزاي على مدار السنوات القادمة. تاني حاجة بدور أن أنا لازم ما فيش عندي حلول غير أن أنا أخذ القرض، وبرضه عشان الناس برضه بتقول لك أنت بتاخد القرض ليه وأنا محتاج القرض ليه. أنا ما باخد القرض برتفع بنسبة الدرجات معينة عشان حد الائتمان بتاعي في الدولة، ان انا دي تشجع المستثمر. انا كان عندي حد الائتمان ماينس 1، النهارده حد الائتمان بتاعي بدا يبقى ايجابي، فده حاجه كويسه جدا. ده تشجع المستثمر ان عندك سوق اقتصادي واعد وسوق استثماري واعد، اقدر ان انا اخش استثمر. بدليل حاجه حضرتك، بعد تعويم الجنيه والاحداث اللي احنا شفناها الفتره الماضيه، انت شفت البورصه النهارده بتعلى، صحيح، وبتشوف التكالب الغريب حجم التداول في البورصه فعلا. المستثمرين الاجانب هم اللي بيخشوا الشغل النهارده، لان هو عنده رؤيه، هو قرا القرارات بتاعتك ان انت بدات تاخد على القرارات صحيحه، بدات نمشي على المسار الصحيح. النهارده القرارات دي اتاخرت 40 سنه، القرارات دي لو اتعملت في 79 كان النهارده ما وقفتش في الازمات الاقتصاديه اللي احنا فيها. عايز اقول لحضرتك ان انت النتيجه اللي احنا وصلنا لها النهارده دي نتيجه 40 عام ماضي، ده تراكمات اقتصاديه ماضيه، انت النهارده بتحاسب على حسابات تقيله قوي في السنوات الماضيه. يعني احنا مش بنتكلم على 40 سنه، احنا بنتكلم على الاوضاع الراهنه. يعني ما يعني الاوضاع الراهنه انا بحاسب الحكومه دلوقتي، لا مش بحاسبها، بس انا بقول الاوضاع اللي انا وصلت لها النهارده دي، لو القرارات دي كانت اتخذت من 40 سنه، من 79 القرارات دي، من 80 القرارات دي، من 85 القرارات دي، ما كنتش انت وصلت المرحله دي. هنشوف حضرتك بعض الدول اللي هي موجوده حوالينا، مثل الامارات، قطر، اي مستثمر بيروح هناك بياخد ارض مجاني بدون سعر، بياخد قرض على الارض، بيبدا يشتغل مشاريعه، عشان احنا شفنا الدول دي بقى اقتصادها ينمو ويبقى اقتصاد قوي جدا. طب يا فندم معلش، خلينا برضو نتكلم عن القرض بتاع صندوق النقد الدولي. بتشوف ازاي الاشتراطات اللي حاططها؟ هل هي اشتراطات الحكومه المصريه قادره عليها؟ وحضرتك بتكلمني عن الالتزامات والوفاء بالتزاماتنا، هل احنا قادرين على الوفاء بالتزامات صندوق النقد الدولي؟ هل الشروط اللي حاططها صندوق النقد الدولي احنا جاهزين لان احنا نعملها، زي مثلا الغاء الدعم على المواد البتروليه او على بعض السلع الغذائيه، او مثلا تعويم الجنيه؟ تعويم الجنيه خطوه زي ما حضرتك قلت انها خطوه جيده، لكن واحنا بنستكمل مشروع رفع الدعم على بعض السلع ومنها المشتقات البترول. هي مشتقات البترول ده، السلع الغذائيه ما فيهاش رفع في الدعم. دليل هقول لحضرتك على حاجه، ان انت النهارده مش موجود اصلا. لا حضرتك، لا مش حاجات مش موجوده. انا الدعم عندي فيه مشكلتين. مشكله ان الدعم ما بيوصلش لمستحقينه، مشكله ان الدعم في النص كده بيحصل عمليه فساد، عشان نتكلم بصراحه، زي اللي حصل في القمح، مش ده شفناه كلنا؟ فالدعم ما وصلش لمستحقينه. فالنهارده الدعم ممكن يبقى دعم نقدي، ده هيبقى اقوى. مشروع كرامه وتكافل، او تكافل وكرامه اللي هو معمول حاليا، فمشروع محترم جدا، بتبدا تعوض الناس اللي هي الطبقه الفقيره في ظل الازمه الاقتصاديه اللي احنا فيها حاليا. ببدا ادعم الناس الطبقه الفقيره فعلا، بيوصل لهم الدعم، دعم حقيقي. فالنهارده ده كلها حاجات مساعده في الايام الصعبه اللي احنا بنمر بيها. بس عايز اقول لحضرتك ان شاء الله متوسط دخل الفرد المصري على حسب توقعات الاقتصاديه في الفتره القادمه، في خلال سنتين ثلاثه، يكون متوسط دخل الفرد المصري احسن من دول كثيره محيطه حوالينا. يعني ده بعد كام سنه تقريبا؟ في خلال سنتين ثلاثه. انت متفائل؟ ان طبعا احنا لسه بنتكلم عن تجربه حديثه، مفيش كلام. يعني بعد 30/6 احنا لسه، سواء على المستوى السياسي او على المستوى الاقتصادي، بنتكلم عن تجربه وليده، كويس؟ هذه التجربه انت متوقع لها انها يعني تبني نفسها وتقف على رجليها في خلال قد ايه؟ انا متوقع في خلال سنه هنبدا نتحسن، بدانا الشغل والانتاج. في خلال 3 سنين هنكون عدينا الازمه، وان شاء الله هنكون في مستوى، يعني مش عايز اقول لك مستوى الامارات ولا الكويت، بس هنبقى قريبين من الدول دي. طيب واحنا بنتكلم كمان عن الامارات والكويت والسعوديه، كيف تنظر الى الدور العربي في دعم مصر في هذه المرحله؟ هو الدور العربي بصراحه في دعم مصر هو دور اخوي، الاخوه الوطنيه بين الدول العربيه، ودور قومي، وقامت بيه الكويت، وقامت بيه الامارات، وقامت بيه السعوديه، وجميع الدول دول شقيقه، لها كل الاحترام، نكن لها كل التقدير لقيادتها وشعبها وجميع المواطنين في جميع الدول العربيه، سندونا وبيسندونا، واحنا برضو هنسندهم، واحنا درع واقي ليهم في اي وقت وتحت امرهم في اي وقت. سياده النائب، يعني من الحديث عن الاقتصاد للحديث عن السياسه،
ربما شهور حسب إعلان الرئيس، ربما أيام لا نعلم قانون المحليات. كيف يستعد حزب مستقبل وطن لهذه الانتخابات المرتقبة؟ كيف ننظر إلى مشروعات القوانين المقدمة؟ حزب الوفد مقدم قانون، ثلاث مشروعات مختلفة مقدمة بخلاف مشروع الحكومة في مجلس الدولة. كيف تنظرون إلى القانون تحديدا؟ تصور حزب مستقبل وطن للامركزية، تصوركم لهذه الانتخابات وكيف ينبغي أن تكون؟ هو طبعا حضرتك القانون بيتعدل دلوقتي، في مش بيتعدل، القانون لسه بيتم مناقشته في اللجان. احنا بندعم اللامركزية لان برضك من ضمن الحاجات اللي اثرت في الدولة ورجعتنا في الاقتصاد هو المركزية، فاحنا بندعم اللامركزية في الفترة القادمة دي وبنشتغل عليها حزب مستقبل الوطن. تاني حاجة بالنسبة للانتخابات المحليات، احنا هننزل ننافس كمان زي منافسة مجلس الشعب كده ان شاء الله. طب ايه التصور يا فندم في دعم اللامركزية؟ في دعم اللامركزية ان انا اخلي كل محافظة مستقلة بمواردها المالية، اقدر تحكم المحافظ واديله قوة المحافظ داخل محافظته، تعامله مع وكلاء الوزارة، مش كل وكيل وزارة مردوده تاني للوزير بتاعه، فانا مأدي لي مشاكل كبيرة. لا، يجب ان المحافظ هو المسؤول الاول والاخير في المحافظه عن جميع وكلاء الوزاره والتعامل مع جميع وكلاء الوزاره ووضع الاستراتيجيه والرؤيه التي تخص المحافظه. الحديث معلش بقى يا فندم عن المحليات، كنت حابب تكمل. المحليات احنا بنتمنى المحليات ان شاء الله في الفتره الجايه نبدا نشتغل عليها، نتمنى ان احنا نحصد يعني المركز الاول في الانتخابات مجلس الشعب او مجلس النواب، حصلنا المركز الثاني، فاحنا بننافس المره دي ان احنا نحصد مركز اول يعني. والتوفيق لجميع الاحزاب كلهم اصدقاء واخواتنا يا رب. حضرتك تشوف ازاي طيب هذه الانتخابات بقى يعني في ضوء الاهتمام كمان بتجارب الشباب في البرلمان وتقييم تجربه الشباب في البرلمان، وانت كمان يعني عضو ورئيس هيئه برلمانيه لحزب يترأسه شاب، هذه التجربه ربما تكون تجربه مطابقه لما سيحدث في البرلمان في المحليات عفوا، كيف يعني تقيم هذه التجربة وكيف سيكون مدلول هذه التجربة على المحليات القادمة؟ يعني أنا أعتقد أن تجربة الشباب في مجلس النواب متهيألي نجحت بنسبة كبيرة، فإن شاء الله احنا بندعم الشباب برضو في المحليات بنسبة كبيرة، مش هتقل عن 25% أو 30% من الشباب هندعمهم في المحليات، وإن شاء الله يكون لهم دور قوي جدا. وأنا شايف أن الشباب وأن الوطن سيبنى على سواعد الشباب، فاحنا شايف ان احنا كلنا هندعم الشباب. وانت مش عارف انت حسبتني من الناس كبار ولا ايه؟ انا لسه من جيل الشباب. طبعا فيعني نتمنى الفتره القادمه ان تلاقي في ناس تكون افضل مننا وتمثل اقوى مننا كمان، وناس في المحليات كويسه، ويمكن المحليات تخرج لنا ناس في مجلس الشعب تكون على نفس المستوى او اعلى مننا، ونتمنى لهم التوفيق وايدنا في ايدهم طوالي عشان دايما نبني جيل واثنين وثلاثه. بلاش ان احنا موضوع ان اللي يبقى موجود بيقصي اجيال كتير، لا احنا ان شاء الله بنمد ايدنا، ويمكن في شباب كتير حطينا عينا عليها وهيبقوا افضل مننا كمان في المرحله القادمه. اتمنى يا فندم. اسمعنا يا فندم، خطابكم السياسي في الفتره الراهنه والمقبله فيما يتعلق ايضا بموضوع المحليات، قضايا اللي انتم شايفينها فيما يتعلق بالمحليات، قضايا المحليه ذات الاولويه، القضايا اللي لازم الحزب يشوف انها يعني اول ما يبقى في مجلس محلي لازم هنتحرك على هذه القضايا. قضايا بالنسبة للمحليات، قضايا الصرف الصحي والنظافة في بعض المحافظات، طبعا حضرتك شايف الدنيا عاملة ازاي، بس مش هنقول ان احنا هنقدر نعمل من 100% على طول في خلال سنة او ست اشهر، لا في خلال سنتين ثلاثة ان شاء الله نكون قضينا على بعض المنظومات اللي هي منظومات بعض المنظومات الفساد الموجودة برضه في الإدارات المحلية وفي الأجهزة المحلية والكلام دوت، وان شاء الله الدولة تصير في مسارها الصحيح. اتمنى يا فندم الحديث عن برنامج الرئيس في 2030 والحديث عن التنمية في مصر بشكل عام، في رأيك يعني احنا في 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 في, في إطار خطاب الرئيس ل 2030 يمكن انه وفي ضوء البرنامج الاقتصادي او خطة الحكومة للبرنامج الاقتصادي، شايف ان احنا ممكن نوصل ل 2030 بشكل كويس؟ احنا حطينا رجلينا على اول الطريق، فاعتقد 2030 هوصل لها بشكل ممتاز. هنوصل لها وهتكون نتائج مبهرة جدا، والنتائج هيكون أكتر من الناس تتوقعها في خلال من 5 سنين القادمة، هيكون نتائج عالية جدا، لأن أنت حطيت إيدك فعلا على بداية الطريق. القرارات الاقتصادية اللي اتاخدت كلها دي بداية الطريق، الإجراءات المالية اللي اتاخدت دي بداية الطريق، فأنت النهارده على الطريق السليم. أتوقع إن 2030 يعني استراتيجية ناجحة جدا، وإن شاء الله
في ظرف 3 أو 4 سنوات هيكون حضرتك يمكن نتقابل وهتقول لي ان شاء الله الدنيا في اتجاه صحيح ان شاء الله فندم. خلينا نتكلم حضرتك كمان على الامور المتعلقه بـ 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 بالوضع الاجمالي في مصر بقى. احنا بنتكلم على الحاله الامنيه ودي حاجات طبعا اكيد متماسه مع موضوع الاقتصاد وموضوع السياسه. القضايا الامنيه في مصر ربما اثرت بشكل كبير على الاقتصاد وعلى السياحه وعلى السياسه كمان. تشوف ده ازاي؟ انا شايف ان الامن عندنا ممتاز جدا حاليا. لو عايزين الناس تشوف الامن كانت تشوف الامن يوم الجمعه يوم 11 دعوات 11 11. الامن هو امن من المواطن اولا. صحيح. المواطن بيساعد، بعد كده الاجهزه دور رقم 2، المواطن دور رقم 1 في الامن. صحيح. الاجهزه دورها رقم 2، وانا شفنا يوم 11 11 الشعب المصري ضرب مثال طيب وقوي لجميع الشعوب ان ازاي الشعب ده واعي، ازاي الشعب ده فاهم، ازاي الشعب دوت عنده قوه تحمل من اجل هذا الوطن. إن يعني في ضغوط ماليه، في ضغوط اقتصاديه، الشعب متحمل من ايه؟ عشان صحيح. الوطن. صحيح. فده ده ده شعب محترم وشعب دايما هو الشعب المصري عند الشده ورجع موجود. ورجع عمل فرحه كبيره كانت موجوده في ماتش الكوره بتاع غانا، وشفنا ماتش الكوره بتاع غانا وشفنا يعني مدى الحضاره اللي فيها الشعب المصري، وادوا صوره للعالم كله، صوره ممتازه جدا. دي بتشجع الاستثمار، من ضمن الحاجات اللي بتشجع الاستثمار الصوره اللي احنا بنشوفها ان الشعب دوت مش نفس الاحداث اللي هي بتصور في بعض القنوات بدون ذكر القنوات يعني مش عارف اللي بيسمعها متهيألي يبقى يكون مغيب يعني. صحيح. خلينا اسال حضرتك كمان باعتباركم حزب طول الوقت الناس بتوصفه بانه حزب شبابي. في اطار مؤتمر الشباب اللي الرئيس كان بيرعاه في شرم الشيخ، هذا المؤتمر كان حزب مستقبل الوطن طبعا مشارك فيه. رؤيكم لدعم قطاع الشباب بشكل عام في مصر، اوراق العمل الحزب مستقبل الوطن شارك بيها في هذا المؤتمر، انعكاس ده على التشريعات بشكل عام ممكن يبقى عامل ازاي؟ هو حضرتك طبعا كان عندنا مجموعه من الشباب كبيره جدا او مجموعه كبيره جدا من الشباب كانت موجوده من حزب مستقبل الوطن مشاركه في المؤتمر، والمؤتمر طبعا حضرتك شفت المؤتمر كان ناجح جدا، ومؤتمر حظى على اعجاب معظم الشعوب. صحيح. وده كانت حاجة أول مرة تحصل بالنسبة لنا، وأول مرة الشباب بتحكي عن قضاياها، وأول مرة إن الشاب بيقول إيه قضايايا، بعترض على قانون التظاهر، عندي مشاكل في قانون التظاهر، عندي مشاكل في المحبوسين سياسيا بالنسبة للشباب، شوف رئيس الجمهورية بيصدر قرارات سريعة، بتشوف مجموعة بتشكل من الشباب ومن الأحزاب ومن الشباب في الأحزاب، والناس هي اللي بتختار والناس هي اللي بتطلع والناس بتدرس حالات كل واحد، شيء ما حدث قبل كده في مصر. دي ديمقراطية صحيحة، ديمقراطية شفافة بيكون بيها معالي السيد رئيس الجمهورية، شيء احنا ما شفناهوش في عصورنا. كنت اتمنى اشوفه وانا عندي 20 سنة، شفته وانا عندي 40 سنة فمش مشكلة. صحيح صحيح. حتى يعني الناس اللي لم تشارك في هذا المؤتمر حضروا بعد كده الحوارات مع شباب الاحزاب في الرئاسة. مظبوط. سيادة النائب خليني كمان اسال حضرتك عن دايرتك الانتخابية بقى اليوم. اليوم كيف تبدو في وجهة نظر النائب عاطف ناصر؟ دائرتي اليوب هي عندي قطاع ريفي وقطاع المدينة. شعب اليوب هو شعب طيب القلب، شعب جميل جدا، بيتحمل حاجات كتير جدا. يعني هو متحمل برضك عندي نقص في بعض في القطاع الصحي، نقص برضك في الخدمات الصرف الصحي بالنسبة للقرى، بس شعب قوي بيتمسك بدولته، شعب دايما يمكن احنا بنشوف شعب الاليوبيه دايما ان هو متحمل، عنده قوه تحمل. سياده النائب، هل دورك الحزبي بيشغلك ساعات عن دورك الخدمي او دورك التشريعي والرقابي؟ لا لا بالعكس، لان انا دوري في الحزب هو دور التشريعي والرقابي، ودور الخدمي طبعا من خلال الحزب ومن خلال مجموعه الزملاء في النواب في الحزب بنقدر نعمل خدمات كتير جدا في الدايره، وبعض زملائي برضو من الدايره، كلنا بنعمل كاسره واحده، يعني احنا 4 نواب في الدايره، بنشتغل كلنا مع بعض ايد واحده. انا شغال، اي حد من الـ4 نواب الاخوه والزملاء شغال، هو يعتبر كلنا شغالين. طيب خليني اسال حضرتك يعني في اطار عملك وفي اطار حملتك الانتخابيه اللي انت خضت بيها هذه الانتخابات قبل سنه، وعدت الناخبين بايه؟ نفذت منه ايه ولم تنفذ ايه؟ لا انا كنت بجتهد دايما مع كان كل حملتي برضك بالاخص يعني عشان حملتي كان حملتي شباب، عشان الاعلام صور ان الشباب ما نزلش، الشباب حاجب او حجب على الانتخابات. لا انا حملتي كلها كانت شباب، الشباب دول لازالوا مستمرين معايا حتى الان. النهارده احنا بنشتغل، ما وعدناش قلنا هنعمل كذا وكذا وكذا، لا ما دايما ما بنوعدش، دايما بنسيب الوعود بالتنفيذ.
اما بننفذ بنقول يا جماعه احنا قدرنا نعمل كذا قدرنا ننفذ كذا. بس انا ما اقدرش اوعد وانا الظروف الاقتصاديه صعبه. بتكلم على الحمله الانتخابيه، اي حمله انتخابيه في الاخر لازم يبقى فيها خطوط سياسيه وخطوط خدميه باينه. يعني انا لما انجح هعمل كذا في القانون الفلاني، لا لما انجح هظبط لكم المنطقه. ما وعدناش اي وعود خالص يعني، عشان ما كنتش انا في ايدي شيء او ما اعرفش ايه الامكانيات اللي هتبقى متاحه في ايديا، فما اقدرش اوعد وعد واخلف بيه. مش من عادتي يعني. شاطر يا معالي النايب. لا ما وعدتش حد، ويمكن الناس كلها تعلم كده. انا في النهايه وعدت ان انا هشتغل واجتهد، وانا بشتغل 24 ساعه يعني، بنام ساعتين ما شاء الله. انا في النهايه بشكرك شكرا جزيلا على تحت هذا الحوار، شكرا جزيلا، ومره ثانيه الف مبروك رئاسه الهيئه البرلمانيه، واتمنى لك كل التوفيق. اشكرك وسعدت بلقاء. شكرا يا فندم. شكرا وللساده مشاهدي عين على البرلمان، نشكركم على حسن المتابعه في هذا الحوار الخاص مع رئيس الهيئة البرلمانية الجديد لحزب مستقبل وطن النائب عاطف ناصر. ألف شكر لحسن المتابعة، وإليكم مرة أخرى.